بصوا يا شباب، احنا عملنا الديت تيبل المره اللي فاتت عن طريق داكس او عن طريق لغه امب اللي هي الباور كويري، علشان يبقى عندنا ديت لوحده ونشتغل عليه لوحده. بيبقى كمان ان هو ما يعملش ميسنج لاي فاليو في الديت. يعني مثلا في ناس شغاله كل الايام ما عدا الجمعه والسبت، فتلاقي الجمعه والسبت بيسكيب. فاهمين قصدي ايه؟ في تخيلوا بقى ان في مثلا شيت بيكون فيه اوردر ديت، وفي شيت بيبقى فيه شيب ديت. الاوردر ديت ده مثلا بيبقى شغال لحد يوم الخميس، قصدي شغال طول الاسبوع. والشيب ديت بيبقى شغال لحد الجمعه والسبت، لان الجمعه والسبت يكون اجازه، صح كده؟ يعني الاوردر، في ناس بتعمل اوردرات على مدار، بتعمل اوردر على مدار الاسبوع كله، صح؟ بس الشيب على حسب شركه الشحن. شركه الشحن بتبقى اجازه مثلا جمعه وسبت. فالشيب ديت دي ممكن لو هي على فلات سكيم، لو هي في نفس اللاين بتاع الاوردر ديت، هتشيل الاوردر ديت دي خالص. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني انا قصدي ايه؟ ان احنا بنكري شيت خالص لوحده خالص، ونفلتر على مثلا يوم واحد، يوم واحد ده حصل فيه اوردر ديت قد ايه وشيب ديت قد ايه، فاهمين؟ لكن لو انا دخلت في الفاكت تيم، اتفضل. لا مش هيقرا طبعا. يعني ايه؟ بصي اوريكي حاجه كده بسيطه. بصي تعالي كده مثلا نبص على فاكت سيلز. بصي الاوردر ديت اهو، وعندنا في هنا مفيش شيب ديت. يعني نفترض ان هنا في اوردر ديت وهنا في شيب ديت، تمام؟ لما اجي افلتر على مثلا يوم واحد، افلتر من انهي شيت، من انهي كولوم، الاوردر ولا الشيب؟ ما انا نفترض ان انا عايز اشوف الاثنين. يعني عايز اشوف مثلا كام اليوم ده اتعمل فيه كام اوردر وكام شيب. فاهم قصدي؟ بالظبط. شفت فهمتي قصدي ايه؟ فاحنا نضطر ان احنا نعمل جدول لبره خالص، ونعمله كونكشن ما بين، نعمل ريليشن ما بين الجدول الفاكت ده، ويبقى احنا بقى نعمل لوحدين. يعني اقول له مثلا يوم واحد ده حصل فيه شيب قد ايه وحصل فيه اوردر قد ايه. لكن لو احنا جوه الشيت ده، لما اجي افلتر على تاريخ، افلتر على انهي تاريخ، افلتر على الاوردر، هيشيل الشيب. لو فلترت على الشيب هيشيل الاوردر. السلام عليكم. السلام عليكم. نبتدي على طول. نفسح. احنا في حاجه بس ما عملناهاش في السيشن 3 المره اللي فاتت، اللي هي تايم انتليجنس، اللي هي ايه؟ لو انا عايز اقارن. نعم. لو انا دلوقتي عايز اقارن السنه دي بالسنه اللي قبليها، عايز اقارن الشهر ده بالشهر اللي قبليه، دي من الحاجات المهمه قوي ان احنا لازم نكون عارفينها في الباور بي اي. الباور بي اي مليان معادلات، مليان فانكشن، لان باور بي اي لغه اسمها فانكشن، مش كود. انت بتختار فانكشن تعمل لك ايه؟ يعني فاهمين قصدي؟ يعني مثلا حاجه زي سم تجمع لك، زي حاجه زي ديفايد تقسم، وعامله زي اف ايرور، وهكذا. فاحنا بس حاجه وحيده بس كده ما كناش اشتغلنا عليها، اللي هي كيو تي ديت. ونفتحها بس كده. اتفضل. يلا بينا. كلكم جايين مع بعض صح؟ كلكم جايين ولا في حد استنى حد؟ ماشي. اوكي بصوا، اخر بس حاجه خالص كده في الـ في الـ في الـ ده، احنا عملنا الكولوم ديت، اسمه ايه، كولوم كومون ديت، اللي هو يوزنج داكس، اللي هو بتاع الكالندر. احنا استخدمنا كالندر، ما استخدمناش كالندر اوتو. بصوا يا شباب، كالندر دي احنا قعدنا، حضرتي المحاضره فاتت صح؟ الكالندر دي اللي احنا بنحط، لا حد هنا بيقشعر من حاجه، من صوت معين؟ انا بقشعر من صوت التزييقه دي، انا تلاقي بعمل كده، ليه ببربش؟ تمام؟ بصوا يا شباب، احنا دلوقتي عملنا كالندر تيبل جديد، هنعمل تيبل جديد علشان يبقى تيبل لوحده نقدر نلينكه بالفاكت تيبل والداتا دي كلها، بحيث ان احنا لما نفلتر على تاريخ من التواريخ اللي احنا عاملينها يجيب لنا بقى اي حاجه. يعني ما نقعدش نختار تاريخ مثلا الاوردر ويطلع لي الشيب، او تاريخ الشيب ويطلع لي الاوردر. اوكي، احنا
احنا بس عايزين اخترنا اخر حاجه خالص كنا عاملينها بكالندر وكالندر اوتو. ثواني كده، دي كانت المعادلتين الوحيدين اللي هي بتاعت كالندر وكالندر اوتو. دي كالندر، دي انت بتحط له التاريخ بايدك، تقول له انا عايز الداتا بتاعتي من يوم 1/1/2017 ل 31/12/2021، احنا كده عملنا كالندر. اما كالندر اوتو حلاوتها بقى ان هي بتخش تسكان اي ديت عندك وتقول لك فيرست ولاست ديت، ويكريت هو ايه الديت بتاعته. اهي احنا بس هنكريت بس تيبل اهو، فتحنا في الاكسرسايز بتاع 20 ده في المحاضره اللي فاتت. هنعمل نيو تيبل، شايفين كده صح؟ هنعمل نيو تيبل اهو، نيو تيبل اهو، هنكتبه اسمه ديت تيبل، ونعمل كالندر. في كالندر وكالندر اوتو، كالندر اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت، اللي احنا بنكتب التاريخ بايدينا، يعني نقول له ايه، نكتب التاريخ مانيوال، يعني الداتا اللي عندنا دي من يوم من 2017 ل 2021 فاحنا بنكتبها. اما كالندر، دي كالندر، كالندر دي كالندر. اما كالندر اوتو هي حلاوتها ان هي بتسكان الداتا اللي موجوده، الديت اللي موجود عندك في الشيت كله، وهي تجيب لك فيرست ولاست واللي ما بينهم تملاه. كالندر اوتو كل عندنا احنا نقفل الكوز بس كده، نفتح الكوز نقفل الكوز، ندوس انتر. هو جاب لي الديت اهو، تعالى بقى نشغل دي كده اهو، اهو ديت تيبل اهو، بصوا جاب لي الديت. هو قال لي ان انت عمل لي سكان على الديت اللي عندي في الشيت، قال لي انت عندك من يوم 1/1/2018 لحد 31/12/2018، فاهمين قصدي يا شباب؟ طب ده بناء على ايه؟ بناء على سيلز اهي كده، اللي هي كلها يعتبر 2018، مفيش اي حاجه بره 2018، تمام كده اهي كلها 2018. فهو عمل لي الديت ده. طبعا احنا عشان نعمل الكالندر ديت ده هنخش هنا في في التيبل فيو، وهنيجي في الديت تيبل، وهنيجي نعمل بقى ايه نيو تيبل اللي هو نيو كولوم اللي هو ايه مانث ومانث نيم وويك نمبر. انتوا وصلتوا المرحله دي ولا انتوا كنت ساعتها؟ نعملها دلوقتي؟ نعملها دلوقتي صح؟ فاكرها انا كنت فاكرها. تمام. اي مانث نمبر مثلا، نكتب مانث، لا نعملها كده مانث نمبر، في معادله اسمها مانث نمبر، اهي تعالى دي كده مانث، هو ما اعرفش فين تاني كده كولوم، وعملت المعادله هتدوسي عليها اهي، يعني اهو دوسي، يعني الجدول ده احنا لسه عاملينه اهو، دوس على الجدول اهو بيجيب لي اهي المعادله اهي، اهي في التيبل فيو، في الموديل فيو خلاص اهي. معلش يا جماعه اهي هنكريت بس كده التيبل ده عشان بس ما انتوا عارفين، اللي احنا هنيجي هنا نعمل مثلا نيو كولوم، وهنيجي نعمل مانث نمبر ومانث نيم وهكذا. اللي احنا نيجي نكتب هنا مانث نمبر مانث معادله اسمها نانث، ايه مانث نمبر ديت، بيقول لي المعادله بتبقى ايه، اقول له الكولوم اللي اسمه ديت في التيبل اللي اسمه ديت تيبل، يعني في تيبل اسمه ديت تيبل وجواه عمود اسمه ديت، هنقول له اهو كده اهي في ديت تيبل وفي ديت تيبل وبعديها ديت، هندوس عليها كده ونقفل القوس وندوس انتر. قال لي احنا هنا في شهر واحد، لو نزلت تحت كده شويه شهر 2 شهر 8 وهكذا. نيو كولوم اهو تاني، مثلا مانث نيم، مانث نيم دي اللي الاستاذ غازي قال لي عليها، اللي هي فورمات، فورمات اهي اهي، هيقول لي الفاليو هي ايه، هقول له الديت في الديت تيبل، ديت تيبل جوه ديت، تمام كده يا شباب، عمود اسمه ديت جوه تيبل اسمه ديت تيبل، وصل كده فيلم الدنيا تمام اهي، ديت جوه الديت تيبل، بعد كده كوما، يقول لي انت عايز تعملها فورمات ايه، اقول له اللي هي سيفت كوتيشن ام 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 كويس اهو،
وهكذا بقى، نعمل يير اللي هي معادله يير وهكذا. يعني كده انتوا وصلتوا كده لمرحله اللي هي ايه، وكالندر اوتو دي حلاوتها ان انت كل ما يضاف ديت جديد او داتا جديد تواريخ جديده هيسكان لوحده ويعملها. اوكي. من ضمن برضو الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ان احنا لو عايزين نعمل فلتر على تيبل عن طريق حاجه معينه، يعني مثلا تعالى مثلا في التيبل ده مثلا سيلز، لا هنا مش سيلز، انا عايز مثلا اجيب ريجن، لا مش انا بس كل فكره كده خلصنا الحته بتاعت 20 دي، نقفل بقى. يعني انتوا كده عرفتوا الكالندر والكالندر اوتو. الكالندر ده بتكتبه التواريخ بايديكوا، الكالندر اوتو انت بتكتب كالندر اوتو وتقفل الكوز، الا بقى لو انت عايز تعملها اللي هي فيزيكال يير اللي هي بتاعت سنه ماليه. لو انتوا عايزين مثلا سنه ماليه بتقفل مثلا 30/6 اللي هي بتبتدي من 1/7 تقفل 30/6، فبدل كالندر، بدل ما تكتب كالندر اوتو وتعملها وبين قوسين تكتب 6 بس، 6 يعرف ان انت اخرك 30/6. وصلت كده؟ لان في ناس بتبقى السنه الماليه عندها في مصر، السنه الماليه عندنا من حد شهر 6، بره السنه الماليه بره من شهر 4. اوكي تمام كده، نعمل دي كده. ديسيشن كام؟ ديسيشن 3. نعمل بس اللي هي ام تي دي وكيو تو دي دي، معلش نعمل نفتح اكسرسايز اللي هو 22 في فاهم انت انا افتح انا عارفين الراجل اللي بيتكلم اللي بياكل فاكهه ده ويقول لك ما تاكلهاش انا اكلتها مكانك، عارفين الراجل ده؟ انا فتحتها مكانكم. بصوا شباب معلش معلش احنا هنفتح دي كده شويه. بصوا احنا دلوقتي عندنا ال اكبر كده شويه، عايز اجيب الام تي دي اللي هي مانث تو ديت، واي تي دي اللي هي من اخر السنه للنهارده، كيو تي دي اللي هي من اول الكوارتر لحد النهارده، عارفين الكلام ده بس احنا هنعملها في ايوه بالظبط ماشي. حد يقول لي حد يعرفها في الاكسل بتعمل عن طريق ايه؟ مانث ام تو دي و صح مانث تو دي صح 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 ازاي ما قلتهاش صح؟ ازاي بجد انا ما قلتهاش؟ حد يعرف بتعمل في الاكسل منين؟ انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ انا حاسس بتكلم اونلاين مش عارف ليه. عارفين شويه شويه هفتح المايك واعمل لكم كده انتوا كويسين؟ لا بتستخدموا البيفت تيبل، بتستخدموا البيفت تيبل مش حاجه، في حاجه اسمها شو فاليو از، ايه اللي فيها شو فاليو از ديفرنس فروم، فيها كذا حاجه. شفتوا في اوبشن اسمه نعم لا شو فاليو از، في شو فاليو از اسمها راننج توتال، هل حد شاف الاوبشن ده قبل كده؟ اسمها راننج توتال في السلام عليكم البيفت تيبل ده، فهو دي بتعمل منت دي وواي دي وكده، اسمها راننج توتال شو فاليو از جوه البيف تيبل اسمها راننج توتال، في ديفرنس فروم اللي هي بتقارن الشهر ده بالشهر اللي قبليه، دي كده الام تي دي، لا مش الام تي دي، دي مقارنه، اما اللي يجيب لك الايام ورا بعض اسمها راننج توتال، راننج توتال اه. نعمل دي بقى يا شباب. دلوقتي احنا عندنا السنه والشهر واليوم والكوانتيتي، انا عايز اجيب الام تي دي اللي انا عايز اقول انا واقف لحد امتى، لحد هنا يبقى انا كده بعت كام قطعه. احنا عندنا مثلا يوم واحد باع بستة، يوم اثنين باع بستة تاني، يبقى يوم ثلاثة او لحد يوم اثنين باع كام؟ 12، يوم ثلاثة 18 وهكذا. اوريكم دلوقتي الام تي دي دي هتيجي ازاي. هنفتح ميجر، ميجر في معادلة اسمها ام تي دي، يعني انت بمجرد ما تكتب في الميجر ام تي دي، يعني بص تعالى اكتب كده ام تي دي اهو، نعم ده في الشهر اللي فات، قصدي في السيشن اللي فاتت 22 سيشن 3 اكسرسايز 22 تمام. الناس فاتحه هو انا بقيت الاحظ انت بقيت تعدي لي كتير مش عارف انا بجد والله مش عارف ايه يعني انت عبيط في طب يلا يا اخي امبارح برضه المره اللي فاتت برضه تقول ايه طب ماشي هنعديها لك ايه اللي ماشي هنعديها لك
انا استغربت والله المره. طب ماشي حاضر، طب يلا بس نخلص بس بعد كده نتكلم. ماشي يا باشمهندس حاضر، بقول لك منه عبيط يعني. الجمله دي عشان اهو، بصوا يا شباب اهي سيشن 3 في حاجه اسمها تايم انتليجنس. افتح يا باشمهندس اهي تايم افتح يا باشمهندس، خليك معايا بقى. تايم انتليجنس سيشن 3 هتلاقي في حاجه اسمها اكسرسايز 22. وصل كده يا شباب شايفينها؟ تمام. هنيجي نعمل هنا كده، هنعمل نيو ميجر. هو احنا النيو ميجر هو فاتحينه اسمه ام تي دي. تمام، هنكتب ام تي دي، اول ما اكتب ام تي دي هيجيب لي حاجه اسمها ديت ام تي دي، في حاجه اسمها توتال ام تي دي. توتال ام تي دي اهي، هنقول له هنا كده الاكسبريشن انت عايز تقول له ايه. انا اقول له انا عايز اجمع الكوانتيتي. وصلت؟ هنكتب سم. الاكسبريشن دي يا جماعه بنسبه كبيره بتعمل فيها المعادلات الاجريجيشن كلها. سم الكوانتيتي، اكتب كوانتيتي بس، قال لك سيلد كوانتيتي. وصلت؟ نعمل نكبر كده الكلام عشان يظهر اكتر. تمام كده يا احمد؟ تمام. سيلز كوانتيتي، بعد كده اقفل الكود بتاع السم كوما، يقول لي انت عايز بيقول لي الديت بقى، الديت هيبقى ايه؟ هنقول له الديت تيبل اللي هو الديت ده اللي في الكولوم ده كده، ونقول له الديت، الديت تيبل ديت اهو كده. نقفل الكوز، دوس انتر. طبعا الميجر، الميجر ما بتظهرش في اي حاجه، لازم نزرها نرميها على ايه؟ على التيبل. ارمي على التيبل اهو. بصوا اللي حصل هنا، بصوا كده خدتوا بالكم من دي؟ يوم 1/6 بقت 6، يوم 2 بقت 12، 6 و6 12، يوم 3 6 و6 و6 18، وهكذا. فاهمين يا جماعه؟ معايا ولا ايه؟ اللي هو بيجيب لك انت لو وقفت لحد فين في اليوم. طب لو نزلنا لتحت كده، احنا قلنا كل ده جانيوري، انزل انزل بص فبراير، من يوم 1 فبراير ابتدى يبتدي من يوم 6، من 6 اللي هو خد الشهر وانتهى. فاهمين يا جماعه ولا ايه؟ هو بجد ليه الناس ساكته؟ طب هو المفروض هو كده ماشي صح؟ ايوه طبعا. بص 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 يا باشمهندس، توتال ام تي دي بيقول لك ايه؟ توتال ام تي دي مشهوره جدا في السيلز، ومشهوره جدا في كل حاجه، مشهوره في كل حاجه. ام تي دي يقول لك ايه؟ انا عايز اعرف ان لحد النهارده بعت لحد كام؟ بعت بكام؟ سيبك كانك مش شايف الكوانتيتي. بص تعالى كده، سيبك من الكوانتيتي، كوانتيتي فين؟ سيبك من الكوانتيتي دي، انا عايز اعرف، انا عايز اعرف لحد خمسه، لحد يوم خمسه احنا بعنا بكام؟ كان لسه ما اتباع. اقول لك احنا بقى لحد يوم خمسه احنا بعنا ب 32 قطعه، بعنا 32 قطعه. فاهمين قصدي يا شباب؟ ده الام تي دي، يقول لك كانها اسمها ام تي دي. خلاص؟ تعالى نرجع تاني كده، ارجعها برده الكوانتيتي عشان ايه؟ دي الريفرنس بتاعنا. اسمها ام تي دي. طب انا عايز بقى كيو تي دي، كيو تي دي اللي هي ايه؟ كوارتر من اول واحد لحد يوم 31/3، يبقى ده الكوارتر الاولاني وهكذا، صح كده؟ اهو كيو تي دي، ونكتب هنا كيو تي دي او توتال كيو تي دي، مكتوبه اهي توتال كيو تي دي اهي. الاكسبريشن هتبقى ايه؟ سم والكوانتيتي، سم الكوانتيتي افريج ايا كان. افريج ايه؟ لا ازاي هيجيب؟ ما هيجيب، لا هينفع تعمل بس يعني ليه؟ كيو تي دي بيبقى توتال الكيو كله يعني. ما احنا لسه هنقارن، استنى، ده في معادلات ثانيه فيها مقارنه. اكيد في افريج يعني، في افريج. مش فاهم. ماشي. ما جربتش بس نخلص دي وعناها لك. احنا ممكن نعملها صم اهي، صم الكوانتيتي، واقفل الكوز بتاع الصم، وبعد كده كوما، يقول لي انت عايز اني ديت؟ اقول له الديت اللي هو في العمود اللي اسمه ديت جوه التيبل اللي اسمه ديت. خلاص ديت اهو، ديت، وبعد كده نقفل الكوز، دوس انتر. طلع لي حاجه اسمها كيو تي دي، هنسحبها هنا كده. بصوا هنا لحظه، ركزوا في الام تي دي. بصوا هنا في الام تي دي، نزل لحد يوم 31 1 و 1993 قطعه، صح؟
اما في الكيوتي دي لسه مكمل، خدت بالكم؟ لسه مكمل 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 لحد بصوا اول ما جت ابريل وقف. لا هو صام اول 3 شهور لوحدهم. الكيوتي دي اللي على اليمين خالص صام اول 3 شهور لوحدهم، وبعد كده جه من اول ابريل خلاص وقف. بس بيقفل شهره بس، شهر بشهر شهر بشهر. خلاص كده يا جماعه وصلت كده واي تي دي. بس انا بقى مش عايز بقى نعملها، مش هو كل شويه نعملها. هنعملها بايه بقى؟ في حاجه اسمها هنا كويك ميجر. كويك ميجر كويك ميجر دي بقى حاجه حلوه قوي يا جماعه، بتسهل لكم الموضوع شويه. كويك ميجر اهي يقول لك سيلكشن، انت عايز ايه؟ اقول له انا عايز يير تو ديت، من اول السنه لحد احنا واقفين لحد بنعمل ايه. لو انت عايز ايه تجيب المبيعات من اول السنه لحد النهارده يير تو ديت. كويك ميجر دي يا جماعه بتبقى حاجه بتسهل لكم الشغل شويه، يعني بتعمل لكم معادلات اسرع، فاهمين؟ احنا فين؟ يقول لي انت البيز فاليو بتاعك، يقول لك هيبقى السم اوف كوانتيتي. هندوس هنا كده ونجيب نكتب هنا كوانتيتي بقى، كوانتيتي اي كوانتيتي اي تمام. الديت هيبقى الديت بتاعنا اللي هو اول ديت ده كده، نقول له التاريخ الاول حاجه اهو، بعد كده ندوس اد. هو ما شاء الله قال لنا بالواجب يا استاذ باشمهندس اهو، المعادله اهي كوانتيتي واي تي دي توتال سم كوانتيتي والديت ديت، او نسحبها هنا كده. بصوا اهي حلو البتاع ده يا باشمهندس. هو احنا في الاول قلنا لك تعمل معادله بايدك عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل، لكن الكويك ميجر ده بيسهل الدنيا، فاهم قصدي؟ تبقى انت خلاص عرفت في الاول يا باشمهندس ايه اللي بيحصل. لا مش محتاج. اهو بصوا اهي احنا نكمل نكمل عمر نكمل صح؟ ماشي. بصوا هنا كده تعالى نسحبها هنا كده. احنا قلنا كيو تي دي لحد شهر 4 بيروح، او اخر 3 اهو بصوا بيروح واقف اهو، اخر 3 واقف. في الواي تي دي مكمل، فاهمين؟ لا 2016 هي 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 لحد هيقف لحد فين؟ ديسمبر بالظبط اهو. بص هو بيحسب مبيعات، بيحسب كميات. يعني مثلا في واحد مثلا يجي يقول لك مثلا مديرك مثلا يجي، وعلى فكره دي مشهوره على فكره، يعني لو انت ما قابلتيش المشكله الموضوع ده ممكن تقابليها مثلا في اي شركه ممكن تشتغليها لو انت محلل بيانات. هيروح جاي يقول لك مدير مثلا يقول لك ايه، انا عايز اعرف احنا من اول سنه لحد النهارده بعنا كام قطعه. فده بيجيب لك الموضوع اسمها واي تي دي، اللي هي اسمها واي تي دي او توتال واي تي دي، اللي هي يير تو ديت، ام مانث تو ديت، ايه تاني، كوارت كيو تي دي اللي هي كيو كوارتر تو ديت. على فكره دي مطلوبه جدا، يعني مثلا من ضمن الحاجات يقول لك احنا عايزين نعرف مبيعاتنا لحد اقرب حاجه قريبه دي بالنسبه لنا الوايت فرايداي دي او بلاك فرايداي اللي جاي. بلاك فرايداي يقول لك احنا عايزين نعرف مبيعاتنا لحد بلاك فرايداي ايه وبعد بلاك فرايداي ايه، يعني عايزين نعرف، فاهم قصدي؟ تمام. انا اسمها ديت اد، ديت اد هنعملها دلوقتي. على الفاضي هعديها لك برضه، انا هعديها لك تمام. اهي ماشي اهو ماشي. بصوا اهي بصوا احنا لو تلاحظوا هنا الكيو مكمل. بصوا هنا لحد ايه بقى شهر 2017 بصوا وقفت، يعني هيبتدي بقى يعد بقى من اول سنه جديده. وصلت تمام ولا حتى بتكلم اونلاين؟ في يا جماعه ما فيش حد بيتكلم معايا فعلا معايا يا مصطفى في ايه؟ احنا انت كويس؟ اسكت برضه صح، زي باشمهندس كده احنا كويسين. هو ما اعرفش كله انجز انجز، بس انت كده انجز. والله مش عارف والله. بص هو من اول ما ابتدينا الكورس بتاع الاكسل لحد الان حصل كذا تحديث في باور بي اي لحد وقتنا هذا. يعني شفت انت النيو فيجوال فانكشن دي؟ بص ايه نيو فيجوال دي لسه ظاهره من اسبوعين ثلاثه، يعني دي لسه حالا. في حاجه هنا اسمها جروب فانكشن، بص كده كالكوليشن كالكوليشن جروب، دي لسه حالا من اسبوعين ظاهره او من ثلاث اسابيع ظاهره. ايه انا على ستور اي اصدار بيحصل له ده بيحصل له ابديت. مش مهندس اقدر الناس بجد والله. لا ما هتبقى حاجات بسيطه يا باشمهندس، مش الدرجه يعني، مش للدرجه والله مش للدرجه. ما خلاص بقى
الدرجه مش مهندس بقى بجد، مش كل حاجه تاخد كورس فيها، لا مش الدرجه يعني. بس كده احنا تمام. احنا بقى عايزين بقى نقارن مبيعات السنه دي بمبيعات السنه اللي فاتت، صح كده؟ صح كده. مبيعات السنه دي، على فكره جبت لك الاوفيس والله العظيم، انا جايب لك اوفيس والله، جايب لك موبايل 21. ماشي، بصوا يا شباب، دلوقتي لو عايز اقارن السنه دي بالسنه اللي فاتت، comparing same period ب last period، تعال نفتح اكسرسايز 22 23، نفتح كان نقفل ده كده دونت سي. يبقى كده احنا عرفنا الفرق ما بين النيو ميجر والكويك ميجر، اللي هو ايه؟ اللي هو النيو ميجر والكويك ميجر اللي هو ايه؟ نعملها احنا بايدينا. لا نور، وكله فطران كويس النهارده، الدنيا كويسه معاكم ولا ايه؟ انا لما حاسس احنا واكلين ملوخيه مش عارف ليه. ازيك يا باشمهندس كريم؟ دور حضرتك ايه؟ لو عايزين معلش نعمل دي كده، ناخدها كده كنترول دي شباب، معلش نعمل كنترول تي كنترول في هنا كده معلش، وهنشيل كل دولت، هنشيل كل ده 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 ده. انا هسيب ايه؟ هسيب ال انا هخلي الكوانتيتي بس، تعالى كده نكبر بس الكلام شويه عشان بس نعرف احنا بنكبرها ازاي. لما بنكبر الكلام في الفيجوال ازاي، هنيجي هنا في فورمات فيجوال، وهنيجي هنا هنيجي هنا في فاليوز دي، ونكبر الكلام كده شويه اوكي عشان نبقى شايفين. ولا يا استاذ انا هسكت والله، صدقوني انا مش هتكلم، انا فعلا مش هتكلم خلاص كده. كولوم هيدرز زي امبارح كنت بعمل بكلم في حد والله العظيم، تقول لي ايه؟ بتكلم يا باشمهندس، ولقيت ايه؟ في واحد كان فاتح المايك ونسيه، فانا بقول لهم يا جماعه انتوا كويسين؟ قال لينكس بقى، عارف انت؟ انا اتخضيت والله العظيم، انا اتخضيت والله العظيم، مع ان الراجل ده كان لسه بيطمن عليا الصبح، بقى انجز بقى يا عم. انا نسيت، قلت له على فكره المايك مفتوح، قال لي انا اسف يا باشمهندس، معلش انا ايه؟ انا بحمد ربنا ان انا عندي يعني فلكسبيليتي وعندي مرونه بتتمد للاخر. بصوا يا شباب، دلوقتي احنا عايزين بقى نقارن مبيعات مثلا 2016 بمبيعات 2015 و17 ب16 وهكذا. ايه كوانتيتي بس اهو، هنعمل فيجوال، هنيجي هنا امرني يري نلاحظ ان انت بقيت بتيجي متاخر كتير وعمال تعدي لي مش عارف ليه. اكسرسايز 23 فتحه. بص انا اسمي محمد، انا اسمه ده اسمه محمد على فكره، احنا هنا على الارض. انت لسه نايم المره اللي فاتت ولا ايه يا باشمهندس؟ تمام. بصوا يا جماعه، هنا احنا فاتحين اللي هو ايه؟ احنا عندنا مبيعات السنه والكوانتيتي بتاعتها، فاحنا عايزين ايه؟ نقارن السنه دي بالسنه اللي قبليها، اسمها سيم بيريود اللي هي ايه؟ اهي كده اسمها كومبيرنج سيم بيريود لاست يير. هنيجي نعمل هنا معادله اسمها كالكوليت. كالكوليت دي يا جماعه من اشهر المعادلات اللي هتقابلوها في حياتكم يعني. هنعمل هنا نيو ميجر، وهنيجي نكتب هنا ايه؟ سيم بيريود، سيم بيريود، سيم بيريود بس. هنعمل هنا ونعمل هنا كالكيوليت. الاكسبريشن هو ايه؟ هنعمل الاكسبريشن ان احنا بنعمل فيلم بس، هنعمل سم الكوانتيتي بالظبط كده، كوانتيتي اهو. تعالى نكبر كده الكلام كده عشان يظهر الكوانتيتي. دوس كوم ايه بقى؟ نقول له في حاجه اسمها، في معادله اسمها سيم بيريود لاست يير، اهي ظهرت اهي قدامك، سيم بيريود لاست يير، يعني هات لي التاريخ ده انت بتعمل ايه؟ السنه، انا عايز اشوف السنه اللي قبليها، السنه اللي زيها زي المره اللي فاتت، السنه اللي قبليها كانت بتعمل ايه؟ هندوس هنا سيم بيريود لاست يير.
كل عايزه بيقول لك في السيم بيريد لاست يير الديت. انت عايز انهي ديت؟ الديت اهو، الديت اهو ديت، ونقفل الكوز ده ونقفل الكوز ده وندوس انتر. اهو احنا في سيم بيريد اهي، نحطها هنا. بصوا خدتوا بالكم ايه اللي حصل هنا كده؟ بصوا 2016 مفيش قبليها، فجايب لي قدامها فاضي، مفيش قبليها، مفيش حاجه تقارن ما بينها. دي يا جماعه زي ايه؟ ديفرنس فروم في البيفت تيبل. خلاص 2016 مفيش قبليها 2015 عشان يقارن بيها. ففي 2017 2016 قبليها فحطها مكانها. طب 2018 حط 2017 قبليها. وصل كده؟ حلوه دي يا استاذ. اوكي ده كده احنا خلصنا دي. تمام كده يا استاذ. ممكن بقى نحط بقى المنصب بقى نعمل ايه؟ هنيجي هنا مثلا، شفت الير دي كده مثلا، نروح عاملين المنصب ده كده نحطه هنا كده. بص اهي، بص عملت ايه؟ بص اهي شهر يناير 194 شهر يناير 2000 ده 2017، يبقى شهر يناير 2016 193. تعال نجرب نشوف، تعال نطلع فوق كده اهو، يناير 2019 16 193. يعني قارن يناير 2017 اللي هو 194 يناير 2016 193 اهي. طب يناير فبراير 2016 170، يبقى هننزل هنا كده، يبقى فبراير 2016 170 وفبراير 2017 171. وصل كده؟ الديت يعني ايه الديت؟ توتال بتوتال، توتال بتوتال. يعني مليون واحد في 2 ب 19 2 فيرسس 1 1 ب 19 1. طب ما هو طب لو انا شلت، لا مانس مانس مانس، طب لا ثانيه ثانيه يعني ما مش. لا بس ام تي دي، الام تي دي لا فكره احنا عملناها ام تي دي. طب ثواني ثواني اقول هجيبها لك، يعني هفكر فيها واجيبها لك. هنا يا حاضر، فكده احنا وصل كده يا شباب ان احنا كده قارنا السنه اللي فاتت بالسنه اللي قبليها والشهر بالشهر اللي قبليه. تعالى كده نشوف ايه تاني موجود. previous period هي دي بالشهر اللي قبليها على طول، يعني ملهاش علاقه بقى بالسنه اللي قبليها او بالزيها، لا يعني عايز اقارن شهر يناير بشهر فبراير، قصدي شهر قصدي مارس بشهر فبراير، ملهاش علاقه بشهر فبراير للسنه اللي فاتت. فاهمين قصدي ايه؟ انا عايز اقارن ده بالشهر اللي قبليه على طول. نعمل دي كده، نصغرها كده. ناخدها كده كنترول سي كنترول في هنا كده، نحطها هنا كده، وبدل الير هتكون مانث. لا بس انا لازم اعملها بالير برضو. في معادله اسمها يا جماعه استاذ عمر كويس معانا، في معادله اسمها كالكوليت. طبعا هنحط بدل سيم بيريود از بريفيوس مانث بريفيوس كوارتر، هنعمل كده هنا نيو ميجر، هنقول له بريفيوس ونقول له ايه؟ كالكوليت. كالكوليت الاكسبريشن بتاعه بيقول لك ايه؟ يبقى سم الكوانتيتي كوانتيتي اي سيلز كوانتيتي اي كوما في حاجه اسمها بريفيوس بريفيوس داي بريفيوس مانث بريفيوس كوارتر بريفيوس يير، يعني اللي زي ده بالشهر اللي قبليه، شهر 3 بشهر 2 شهر 2 بشهر 1 اهو بريفيوس مثلا مانث. والديت والله يا جماعه المعادلات دي سهله جدا للغايه والله. ديت اي ديت 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 بديت اهي، ونقفل الكوس وندوس انتر. بريفيوس مانث اهو. طب لو انا حطيت الير هنا عشان نبقى عارفين الير 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 فين؟ هو الير عملها ليه كده؟ من ضمن الير يا باشمهندس اهو، بص الير بيجمعها اهي، بص خدت بالك الير انت بتقول عليها
صح انت اللي نفضت لي خالص. اه في حاجه اسمها دونت سمرايز يا باشمهندس، اهي خدت بالك اهي اجاب لك يا باشمهندس. السلام عليكم. بصوا يا جماعه، هنا البريفيس مانس بتاع اللي هو ايه، احنا بس عايزين نعرف نشيل السيم بيريود اس دي كده، نشيلها كده عشان ايه احسب الدنيا كلها. شهر يناير 2016 ايوه كده. بصوا يا شباب، شهر يناير 2016 فبراير، احنا دلوقتي 170 170، اللي قبلها كان كام؟ يناير 193، دي 198، اللي قبلها كانت كام؟ 170. وممكن بقى نعمل ايه اللي هي اللي هي ايه؟ كم من كام؟ يعني زادت ولا نقصت؟ هنعملها ازاي؟ هنعملها ايه؟ نعملها ميجر تاني، هنعمل ميجر ونقسم ده على ده. ناقص ايه؟ تعالى نجربها كده. يعني انا عايز اعرف شهر يناير عالي عن شهر فبراير، شهر فبراير عالي عن شهر يناير بقد ايه، كام في الميه؟ مش بكوانتيتي، فاهمين قصدي؟ هنعمل معلش المعادله دي على طول بتلخبط فيها. ف بالظبط انا هي دي، انا عمال اجمعها وانا باصص لك كده بجمعها. هنعمل ايه؟ برسنتج اوف مانث اللي هي ايه، ديفرنت فروم على البيف تيبل. انا قلقتك في حاجه؟ يعني تنامي؟ الحمد لله انا كويس. هيكون ايه؟ هيكون هيكون ال لا مش يناير على فبراير، انا يناير ما عايز اجيبها بالميجر. previous month ناقص المانث على ايه؟ يبقى month ناقص previous على previous، صح؟ اه month ناقص previous على previous. ما انا دي المشكله بنتفاهم. month اللي هي في الديت هنعملها ديفايد، ديفايد نومينيتور هتكون ديت مش عارف اجيبها دلوقتي، مش عارف اجيبها دلوقتي، مش عارف اجيبها لا مانس ولا ديت من ايه؟ لا مش عارف اجيبها دلوقتي صراحة، كنت عايز اعملها بس مش عارف اعملها، يعني مش عارف. معلش احنا لو قلنا صبر منص معلش انا فاكر ايه منص، معلش انا اسف انا اسف. يبقى نعملها كده نيو ميجر، انا اسف نعملها كده نيو ميجر، ده اسمه منص. مش فاكر منص دي في حته ثانيه، نعمل كده منص الاف اكس. اه منص دي اف اكس ثاني منص لا لا مش عارف دلوقتي، او نقسم المانث على ال لا لا خلينا خلينا زي ما احنا لحد ما نخلص. ده كده بريفيوس. بعد كده ديت اد. بصوا يا جماعه بقى، لو انا عايز بقى اقارن، لو انا عايز اقارن شباب معلش اخر حاجه، اخر حاجه والله اخر حاجه في تايم انتليجنس دي عشان نخلصها خالص. لو انا عايز اقارن شهر بشهرين ورا او ثلاث شهور ورا، يعني عايز اقارن مش 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 حاجه محدده، يعني عايز انا اللي اديله بقى اقول له ايه، انا عايز اقارن مثلا شهر مثلا مارس بشهر واحد، اقارنها ازاي؟ هي دي هنعمل برده اخر حاجه خالص اهي، هنيجي هنا نعمل نيو ميجر برده اخير. اسمها ايه؟ كومبير تو مانثز، اهي تو مانثز. هنعمل ايه؟ هنعمل كالكوليت برضو، كالكوليت كال كيوليت على فكره يا جماعه صح. معادله كالكوليت دي والله لا اجزم لازم وانت بتشتغل على بتشتغل على باور بي اي لازم تستخدمها. كالكوليت دي من اشهر المعادلات اللي لازم تستخدمها بنسبه مليون المية، كالكوليت لان فيها كل حاجه. طبعا كل حاجه عايزين نضيفها ندخلها في كالكوليت. خلاص كالكوليت هنقول له اللي هي سم اوف كوانتيتي، الاكسبريشن هيكون سم اوف كوانتيتي، وهنقفل الكوز ده والكوما. في بقى عشان نرجع شهرين ورا اسمها اسمها ديت اد، ديت اد، ديت اد اهي. الديت اد بيقول لك ايه بقى؟ اهي كده
اهو ارجع ثانية انت استغل انت استغل انت هتجيبها له في الديت كوما انت عايز الانترفال اللي ترجع بيه ترجع بيه بقد ايه؟ ترجع مثلا شهرين مثلا نفترض شهرين بالظبط ماينس 2 كوما انت بقى عايز بقى شهر ولا سنه ولا داي ولا ايه؟ هنقول شهر ماينس 2 يعني نرجع شهرين لورا اوكي؟ نقفل الكوست ونقفل الكوست ده كمان ندوس انتر نعمل كومبير هنا بص خدت بالكم ده شهر مارس جاب لي شهر يناير لان رجع لورا رجع لورا شهرين يعني تعالى نشيل بريفيوس مانث دي كده شهر مارس اهو قارنها لي بشهر واحد شهر ابريل قارنها لي بشهر اثنين وهكذا يعني رجع شهرين لورا وقعد يقارن لي ده بده وصل كده يا شباب كده احنا خلصنا تايم انتليجنس ويعتبر خلصنا الداكس بنسبه كبيره هنبتدي بقى نتوجه الى الريبورت بقى والنهارده ان شاء الله عليكم السلام ورحمه الله النهارده ان شاء الله نحاول نعمل داشبورد خلاص بقى الباور بي اي بقى داشبورد معلش صح انا نسيت بس اقول لكم على معلومه كده شباب معلش ركزوا بس معايا لحظه انا اعرف ناس كل شغلانتهم ان هم بيقعد يديك في كورسات يعني او يديك في حاجات تخص الباور بي اي كمن بره انا بص بقى بربش يقعد يديك كورسات من بره حاجه اسمها يعني ايه نقعد نعمل الكولوم تشارت يعني ايه نعمل تيبل يعني وما بيضغطوش قوي في الداكس يعني لو حتى حضر سيف اللي كان ما كانش موجود يعني سيف حتى بيقول لي كان حضر قبل كده كورس بيقول لي الداكس اللي كان بيديه لك الدوك 3 4 سطور وخلاص بصوا يا شباب الداكس ده قلب الباور بي اي احنا لحد الان احنا في السيشن الرابعه ولسه ما عملناش داشبورد خالص ليه علشان الداشبورد كل الناس متعوده عليه احنا خلاص تعودنا عليه حتى في الاكسل يعني تعودنا عليه في الاكسل بس انا قصدي ايه بقى انك تتعود على حاجات بقى تانية انت مش شايفها دي احسن بكتير قوي متعود على الباور بي انت مش متهيألي انت عملت داشبورد وانت مش بظهر انت بتقولي فاينل تشارت يبقى انت وصلتي للداشبورد انا مش بظهر والله يعني انت وصلتي انك تعرفي تعملي داشبورد في لوباتير عمل داشبورد من اول يوم يعني فاهم الموضوع سهل لكن الداكس ده اللي مش سهل ده الاهم يعني انا قصدي ايه انت لما تيجي تروح لمديرك الموضوع مش هيبقى سهل انت مثلا تقول له انا بقى فاهم ريبورت وكده طب انا عايز ارجع الام تي دي عايز اجيب الواي تي دي عايز اجيب الكيو تي دي هتعطل عايز اجيب المقارنه على فكره بقى باشمهندس المقارنات بتاعه السنين دي كتيره جدا بقى موجود يعني مطلوبه جدا احنا عايزين نعرف مثلا شهر مارس الشهر ده بالشهر اللي فات السنه اللي فاتت عملنا ايه عيد الام لان انا عشان مهتم بالاجهزه الكهربائيه وكده فعيد الام بيبقى فيه ضغط شويه انت عملت ايه في عيد الام بعنا ايه في السنه دي بالسنه اللي فاتت كبيع وكوانتيتي عشان نعرف احنا عشان كده كده كل سنه الفلوس بتزيد فالبيع مش مؤشر قوي بس المؤشر الكوانتيتي احنا بعنا مثلا السنه دي مثلا 1000 قطعه السنه اللي فاتت 700 يبقى احنا كده ماشيين ترند كويس وصل كده شباب النهارده ان شاء الله بقى هنحاول بقى نمشي مع الناس بقى اللي بتمشي اللي هي تعمل ايه نعمل بقى داشبورد وفانسي بقى وجليتر عارف انت يلا نقفل احنا كده خلصنا دي يا جماعه كده خلاص تمام كده ماشي انا هقفل كده انا هقفل ده كده ونبتدي في السيشن 4 اوكي نعم 6 ان شاء الله 6 خلاص يا باشمهندس خلاص هي النهارده بكره وبعده يعني المره الجايه والمره اللي بعده خلاص 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 كانت رحله طويله انت بتعد؟ لو عايز دلوقتي امشي والله يا سكرين فيها سكرين بص يا جماعه احنا النهارده هنشرح حاجات كده حلوه كده وحاجات تخص بقى حاجه اسمها انتر اكتيفيتي اللي احنا نعمل ندلع الريبورت بتاعنا يا باشمهندس بصوا انا مش عايز اخش بقى في تفاصيل كتير بس احنا كاستم تول تيب اللي هي ايه نفتح كده بس اكسرسايز اهو كده عشان نبقى عارفين بسرعه كده اكسرسايز 20 بالظبط هي دي عايزين بقى نتكلم فيها اهو سيشن 4 اهو نفتح كده اكسرسايز 20 عشان بس ايه ننجز يا باشمهندس انا عايز انجز لك والله انا عايز انجز لكم والله العظيم سيشن 20 سيشن 4 فاضيه
هو باربي اه انا مجهز لك كل حاجه يا استاذ. انا المباراه تفتح باربي اي تاني؟ يعني عايز ادخل اكسيتش بتاع باربي اوبن اهو. اوبن اهو وصل الكاش ده الشيت اهو. بص عشان تبان تبان عشان ثلاثة دي بنقفلها خلاص بقى كده. بس كده والله فيلو يعني انا مبسوط والله ابدا والله والله ابدا. انا بقول الناس عملت داشبورد في اول لحظات. انا استغربتك والله. انا في اول محاضره انا عملت داشبورد. انا خلصت. لا انا خلصت خلاص كده. السلام عليكم. انت عايزني تاني؟ انا كده تمام. شباب معلش انا هشتغل اهو كده. انا عايز الريجن. شباب معلش انا اسف. خليكم بس معايا بس عشان ايه يعني المحاضره دي ومحاضره المحاضرات الجايه كده تبقى عباره عن فيجواليزيشن كده يعني. المفروض لا هو صندق السلام عليكم بالظبط. هو ده فعلا. بصوا يا شباب لما بنيجي نقف على الشيت ده كده شايفين المربع اللي بيظهر ده؟ المربع ده اسمه تول تيب. اسمها ايه تول تيب؟ بصوا شايفين جايب لك الريجن اسمها سنترال وجايب لك التوتال سيلز اللي هو 501,000 تمام؟ طب انا دلوقتي لو انا عايز ازود شويه تفاصيل اكتر يعني لما اجي اقف عليها يجيب لي مثلا الكوانتيتي مثلا هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي مثلا في الكوانتيتي دي مثلا شايفين هنا كده في حاجه اسمها كاستم تول تيب اهي في الفيجوال اللي هي في البيلد الفيجوال اهي. انا هعمل لكم كده اهي كده بيلد فيجوال هننزل ننزل اهي كده كده اهي اسمها كاستم تول تيب. لما نيجي نسحب الكوانتيتي دي في الكاستم تول تيب ونيجي نقف هنا كده هيظهر لي ان الكوانتيتي اهي هيظهر لي ان الكوانتيتي 6209. خدت بالكم من النقطه دي؟ تمام. وعايزين نضيف اي حاجه تاني نضيفها يعني مثلا نمبر اوف كاستمرز اي حاجه تضاف على الحته دي. طب نفترض ان انا عايز اعمل بقى كاستم تول تيب فيها بقى تشارتات فيها حاجات فيها تشارت يعني عايز مثلا لما اجي ادوس عليها يقول لي انا عايزك تجيب لي مثلا مبيعات الكاتيجوري مثلا في التول تيب دي. فطبعا انت لو جبت مبيعات الكاتيجوري مش هينفع هنا خالص. فانا عايز اعملها بقى في تشارت. هنعمل ايه؟ هنفتح صفحه جديده تماما. هنفتح صفحه جديده تماما اهي هنكتبها مثلا وليكن تول تيب مثلا او تول تيب اهي تول تيب كاستم مثلا كاستم ويستحسن انك تعمل لها هايت. ليه هنعمل لها هايت؟ علشان لما تيجي ترفعها على باور بي اي سيرفيس ما تظهرش معاك. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني ما تظهرش معاك في الباور بي اي تبقى مخفيه. لان انت لما تخفيها من هنا مش تطلع معاك على الباور بي اي. لما تيجي ترفعها يعني هيطلع الحاجات اللي انت عامل لها شو. هندوس عليها كليك يمين ونعمل لها هايد. بصوا كده هايد هنلاقي علامه عليها علامه اللي هي كده دي. العلامه دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ده كده معمول له هايد بحيث لما انت تيجي ترفعه على باور بي اي سيرفيس مش تطلع معاك. وصل الكلام استاذ كريم؟ تمام. طب هنعمل بقى ايه تاني؟ هنيجي عند بيج فورمات يور ريبورت بيج. في حاجه اسمها بيج انفورميشن. هنقول لك في حاجه اسمها allow use tool tip. allow use tool tip طبعا بقى في اكتر من اوبشن في الريبورت ده بالذات يعني في اكتر من تحديث. يقول لك لو دوست عليها زي دروب داون منيو يقول لك انت عايزها drill through ولا tool tip ولا ايه. فانا في الاوبشن اللي عندي انا او في التحديث اللي عندي انا اللي هي allow to use tool tip. بصوا ما يحصل اللي هيحصل. بصوا يا شباب بصوا الشكل ده عامل ازاي. اول ما ادوس على allow to use tool tip ايه اللي هيحصل؟ بصوا لان هي tool tip لان هي صغننه هنيجي نعملها هنا نكبرها شويه بحيث ان احنا نشتغل عليها وبعد كده نرجعها في مستوى الطبيعي. هنقول له ايه مثلا؟ هنقول له احنا عايزين مثلا الكاتيجوري نحطها هنا كده. لا الكاتيجوري ايه؟ انا عايز ادوس هنا كده
انا عايز اعملها على ده، دي اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي بار تشارت اهي، خليها بالكوبر ده كده، صغرها كده شويه. يبقى البار تشارت واخده الصفحه كلها، وهنعمل ايه؟ هنقول له مثلا دي كاتيجوري، وهنقول له مثلا السيلز. يعني بقول له ايه؟ لما اجي اقف على اي حته من الريجن، يا جماعه والله هسيبها لكم، والله لا خليكم تعملوها، اقسم بالله والله انا خليكم تعملوه، انا اقسمت بالله. لما ادوس على ريجن هتعمل دي كده، فنقول له مثلا نظبطها، مثلا تول تيب دي نقول له شايفين الكاتيجوري دي هنشيلها، والصم اوف سيلز دي هنشيلها. هنيجي نعمل احنا هنا بقى بنعدل بقى في الفيجوال. هنيجي هنا كده شايفين الاكس اكسس والواي اكسس اللي هو باشمهندس كده وكده. انا لحد الان بقول على الكفته كده والكفته كده، اكس اهو واي اهو. نقول على التايتل ده نشيله، فكده شلنا الكاتيجوري، وعلى الاكس دي نشيلها، التايتل ده نشيله، وكمان نشيل الفاليو، يعني الفاليو بتاعت دي كده مش حلوه. ونعدل مثلا على الداتا تيبل، الداتا ليبل اهي، نخليها بالمنظر ده، ونخلي مثلا الباك جراوند انا هسيبها لكم والله تعملوها، اقسمت بالله اهي. ونيجي مثلا على الافكت دي مثلا، ونخلي الباك جراوند مثلا نخليها باللون مثلا اللي هو الفموسي ده بالظبط، باللون ده كده مثلا. انا عايز لون بسيط، لون مثلا كده. تمام، شايفين الشكل ده كده. المشكله بقى يقول لك ايه بقى، احنا هنروح لها ازاي؟ هنروح له ازاي؟ ما هو كده احنا عملنا التول تيب اهي. لما نيجي نروح هنا كده مفيش حاجه، صغر بقى صغر. لما نيجي نقف هنا مفيش حاجه اتعملت، انا عايز اربطهم اللينكون ببعض. هنيجي هنا كده البروبرتيز دي ثانيه. سيك مش كده، كنت شغال على حاجه الصبح، شغال على حاجه بالليل، معلش يا شباب لحظه عشان اشتغلت على حاجتين ببعض. بروبرتيز طول تبقى اهي، معلش انا اسف، معلش في الفورمات، اصل انا كنت شغال على فيرجن غير الفيرجن ده الصبح، فالموضوع طول شويه. هنيجي عند، هندوس على الصفحه نفسها، وهنيجي عند فورمات يور فيجوال، وهنيجي عند في جنرال، وهنيجي عند حاجه اسمها تول تيب اهي، هنيجي ندوس عليها. يقول لك انت عايز تعمل لها ريبورت بيج، اقول له لا انا عايز اجيبها تول تيب كاستم، اللي هو الصفحه اللي احنا عملناها. احنا كده بنعمل لينك كده يا باشمهندس، خلاص تول تيب كاستم اهي. اول ما عملت لها لينك، بمجرد ما اجي اقف هنا، بص خدت بالك، جاب لي المبيعات. يعني قال لي بقى، بيقول لي ايه بقى، شايفين انا بيقول لي ايه؟ بيقول لي التكنولوجي سته اللي هو 260,000، يعتبر 260,000. دي كده اول حاجه عنده التكنولوجي. لما اجي اقف هنا عند الويست، قال لك ان اعلى حاجه عنده الفرنيتشر. اتفضل يا مروان. ليه؟ جربي بقى، مش انت عمال تمشي ورايا؟ ايوه هو اللي بيمشي ورايا اللي هي ايه؟ اهي اهي، بصوا اهي، لو انتوا عايزين تعملوها اهي، هتيجي عند كاستم تول تيب دي، يعني قصدك هتقفوا عند البيج انفورميشن، وهتيجي بيج انفورميشن برضو اهي 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 يا باشمهندس. هنلاقي حاجه اسمها allow to use custom tooltip، allow to use as tooltip. خلاص كده؟ انتوا عملتوها لسه؟ تعمل الفيجوال عملته؟ يبقى تيجي بقى عند البيج الثانيه، وتيجي تقف على البيج، تيجي عند فورمات يور فيجوال جنرال تول تيب اهي، وتعمل له تفعلها بس كده. على ايه؟ لا طب ايش الفكره بقى انك تفعلها، ممكن
وصل الكاش بقى؟ نزل بقى ايه؟ تمام خلاص كده احنا كريتنا التول تيمب دي يا جماعه. لو عايزين معاك وانا معاك كل الوقت استاذ عمر نكمل احنا نص كريم. داتا ليبل روح روح هناك في الكاستم تول تيب اهي اهي ودوس على دي ودوس على فورمات يور فيجوال هتلاقي في حاجه اسمها داتا ليبل تحت. ممكن بقى داتا ليبل دي نصغرها يعني ممكن نخلي مثلا الفاليو دي بدل ما القيم تكون كده ممكن نخليها سوي سوسن صح سوسن سوسن عايزين نعملها سوسن ممكن انا مختلف شويه عملاقه انت عندك الزوم كبير ولا صغير؟ شوفي كده الزوم ايه الزلاء الدنيا وصلت تمام اسماء تمام نكمل نعم الزوم نكمل يا شباب احنا كده عشان بس يعني نخلص انا مش عايز ان انا اطول معاك التول تيب دي يا جماعه وظيفتها ان انت بتشوف اديشنال انفورميشن يعني معلومات اضافيه عن الفيجوال يعني انت مثلا مش محتاج ان انت يعني انت مثلا عندك دي المبيعات فانت بس بتبقى عايز تعرف تاني مثلا عن الكوانتيتي مثلا او ايه اللي معلي المبيعات بتاعتك فانت بتعمل اديشنال انفورميشن انت بتعمل ايه يعني معلومه اضافيه بتظهر لك في هيئه زي كارد كده او مربع صغير. وصلت كده انت في عطلانه في حاجه والله مش بوصل ما ايوه ما دي طبيعي اول ما لا ممكن الزوم عندك عالي يا خلاص يا جماعه خلصنا كده معلش شباب نكمل نكمل معلش نكمل معلش عشان بس ايه المشوار طويل شويه كده احنا عملنا الكاستم تول تيب اهي الكاستم تول تيب دي بتعمل ايه بيقول لك بيديك اديشنال انفورميشن وكده كده مديك شويه تفاصيل عنها وبتعمل حاجه اسمها انتر اكتيفيتي اللي هي بتتفاعل مع اتفضل 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 تبين عليكم انتوا الثلاثه مرعبين مرعبين انت واللي وراك اهو ماشي احنا كده عملنا كريت كاستم تول تيب صح؟ ماشي تمام نكمل بقى بصوا يا جماعه معلش خلصتوا ولا ايه؟ ماشي
خلاص مش مهندس اوريدي انا فكره ومالي مش مهندس على فكره. طب اقول لك على حاجه والله، اقول لك على معلومه النهارده. النهارده بس انا عايز بس اقول محمد ساعه، انت بتحب انت الحاجات دي. النهارده انا كنت في بروجكت ان شاء الله فريلانس يعني امسكه يعني وكده، فكان في واحد كان بيجي يشرح لي امسك مدرسه يعني. فمدرسه يعني انا قاعد ساعتين ونص والله ما بهزر وعمال يشرحه وانا عمال اعمل كده. ايوه في الاخر انا هعمل ايه؟ انت تمسكها كده. حاضر يا فندم انا سيبيني بقى انا اتصرف انا لوحدي. انا بقول لك انا لما بحط نفسي مكان كله بنام. واحد بيشرح لي شغلي اللي اخد عليه فلوس بنام بنام. تعالوا بقى احنا كده خلصنا التول تيب دي. التول تيب دي بتديك اديشنال انفورميشن خلاص. طب احنا ما عملناش دريل داون على الحته دي قبل كده، ما عملناش دريل داون على الكولوم تشارت دي قبل كده. تعالى كده نعمل دريل داون عشان ايه نكون خلصنا الموضوع ده. نكبر بس كده الواي اكسس والاكس اكسس اهي. بصوا يا شباب display unit بساوسن على رأي استاذ هنعملها ساوسن. دي كده الشكل ده. نفترض ان احنا دلوقتي عندنا دي مبيعات الريجن ويست وساوث وكده، فانا عايز اعرف ايه اللي معلي مبيعات الريجن دي من عن طريق فيجوال. تمام، احنا قلنا احنا هنعملها عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا ان احنا نحط لها كاستم تول تيب اللي هي ايه، نعمل لها زي كارد كده ونقول اللي معليها مثلا الكاتيجوري وما اعرفش ايه وهكذا. طب انا عايز مثلا اعملها بطريقه ثانيه. بصوا هنا كده لما اجي ادوس على كلمه ويست، بصوا يا شباب شباب معلش، لما اجي ادوس على كلمه ويست مفيش حاجه بتحصل. طب انا دلوقتي عايز اعرف ايه اللي معليها تاني. هنروح حاطين السيتي، السيتي اهي كده هنا كده، وانزل تحت هنا كده وارجع تاني. معلش كده لسه بس لحظه اهو. بصوا ايه اللي ظهر؟ اللي ظهر ان في اسهم هنا ظهرت، في اسهم هنا ظهرت اللي انا حطيت الريجن تحتيها السيتي، الريجن تحتيها السيتي اهو اضافه تاني. بص دي المبيعات اهي، دي قصدي دي المدن المناطق. تمام، فانا عايز اعرف ايه المدن اللي تحتيها اللي معلياها، يعني ايه العالي اللي في المدن اللي تحت كل واحده. لما اجي احط السيتي دي هنا كده واحطها تحت الريجن هنا كده، بص كده يا باشمهندس هنا 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 هنا. بصوا ظهر المنظر الغريب ده لما اجي بس اطلع لفوق بس كده من لحظه. تمام، هنا اللي بيحصل بقى ايه؟ ان بمجرد في هنا حاجه اسمها دريل داون. هنا السهم اللي هو اللي تحت ده لما اجي ادوس هنا كده مفيش حاجه بتحصل، لكن لما اجي ادوس على السهم ده كده بصوا اللي حصل. اول ما ادوس على كلمه سنترال جاب لي مبيعات كل السنترال، كل مدن السنترال. قال لي ان بص اعلى مدينتين فيها اللي هو اسمها ايه؟ اسمها شيكاغو واللي هي ديترويت. طب نفترض ان انا السيتي دي كتير، طب نرجع تاني نفتح مثلا مبيعات زي ساوث. بصوا اعلى حاجه فيها ايه؟ اللي هي جاكسون فيل او حاجه زي كده وهكذا. طب انا عايز اشيل السيتي دي كده معلش لحظه وخليها مثلا بالكاتيجوري شويه، يعني خليها مثلا ايه حاجه صغيره شويه بالكاتيجوري اهي. بصوا اول ما اجي ادوس على السنترال، لا لازم الاول نفعل الخاصيه بتاعت الدريل داون. الدريل داون دي اللي هي العلامه دي كده، كليك هير تو تيرن اون دريل داون، ادوس عليها مش هيحصل حاجه فيها. لو دوست على الويست جاب لي ان اعلى حاجه في الويست اللي هو فرنيتشر واوفيس سبلايز وتكنولوجي. لو جينا نرجع انا بصراحه الموضوع بتاع الكاستم تول تيب ده معفرتني، معلش انا هخليه بس الغيه شويه كده عشان انا بشوف وبعد كده ارجعه تاني. بس كده كويس. لما اجي ارجع تاني كده واجيب مثلا مبيعات السنترال قال لك ان دولت مبيعاتهم اهو. فاهم قصدي يا باشمهندس؟ ده بريك داون جوه الفيجوال. ممكن نعملها. ما هي كده كده بتعمل هيراركي. تعالي نشوفها على الديت صح، بس دي هنعملها في اللاين شارت مش
بصوا هنعمل هنا، نخلينا دايسين على دي كده ونروح رايحين على لاين شارت اهي، او ده لاين شارت. بس هنا بدل ما نخليها ريجن وكاتيجوري وهكذا، لا نخليها الاوردر ديت. لاحظوا كده في الاوردر ديت كده معمول فيها ايه؟ هنا عليها علامه زائد كده، عليها علامه قصدي دي كده. لما اجي ادوس هنا كده قال لك في حاجه اسمها ديت هيراركي. هيراركي ده اللي هو ايه؟ يير مانث، دي اسمها هيراركي، اللي هو هرمي اللي هو من فوق لتحت. لو جينا سحبناها كده كلها وحطيناها هنا في الاكس اكسس دي، طبعا منظر يخوف. هنرجع تاني لورا كده هنا. بصي بقى يا ستي، هنا لما اجي ادوس على 2017 مفيش حاجه هتحصل في 2017، لازم افعل الاول اللي هو الدريل داون. دوس عليه، قال لي 2016 2017 18 19. لو دوست على 2018، بصي جاب لي جان 2018 فبراير 2018. طب لو دوست على جولاي، بص على جولاي، قال لي لحظه كده نرجع لورا كده تاني. لا هو ده كوارتر، ده الكوارتر، ده الكوارتر. قال لك جولاي واوجست وسبتمبر. لما اجي ادوس على اوجست، دي الايام بتاعت اوجست اللي هو هيراركي يا جماعه، بيعمل فلتر جوه الفيجوال. كل ما بتيجي تدوس يتعمق، دريل داون اللي هو يعني بينزل يتعمق لتحت، اسمها دريل. تمام كده يا شباب؟ وصلت؟ اسمها دريل داون. المره دي بقى احنا مش جايين نتكلم دريل داون ده كده موجود، بس ده بيعمل فلتر جوه الفيجوال. طب نفترض ان انا عايز اجيب مبيعات، او عايز اجيب بقى تفاصيل كتير قوي، مش ينفع تعمل فيجوال، ولا ينفع تعمل في كاستم تول تيب اللي هي المربع الصغير. يعني مثلا عايز اعرف مثلا الويست مثلا، مدينه زي اسمها ايه، منطقه زي منطقه الغرب مثلا، الويست دي عايز لما اجي ادوس فيها، لما اجي ادوس عليها يقول لي على فكره اللي معلي دي الكاتيجوري كذا والسب كاتيجوري كذا والعملاء كذا، واكيد المنظر ده كله مش هيبقى في نفس الفيجوال. فاهمين قصدي يا شباب؟ فهنرجع كده خالص. نعم زي تري ماب. زي تري ماب. ازيك يا هدى عامله ايه؟ الحمد لله. ماشي. ابص عرفتك من صوتك اهو. بصوا يا شباب هنيجي نعمل كده وهنلغي دي كده. احنا قلنا دريل ثرو صفحه 21، هنلغي ده كده خلاص كده. احنا خلصنا بتاعه الدريل داون، هنعمل دون سيف. بصوا بقى في حاجه، في خاصيه اسمها دريل ثرو. بقول لك ايه صح؟ زي مانث كده، مانث دريل ثرو. اوكي. الفرق ما بين دريل ثرو ودريل داون، دريل داون بينافيجيت ثرو داتا ان ذا سيم فيجوال، في جوه الفيجوال نافيجيت، بيتنقل في الداتا في نفس الفيجوال. اما الدريل ثرو بيوديك في ريبورت تاني، بيج تاني خالص، بيوديك حته تانيه خالص. اللي هو مثلا تدوسي على التكنولوجي يجيب لك السب كاتيجوري، اللي هو الكاتيجوري اسمه تكنولوجي، يقول لك السب كاتيجوري قد ايه والسيلز قد ايه والسيجمنت سيلز قد ايه، اللي هو قسمها لك على ثلاث حاجات. وطبعا تقدر ان انت تعملها عن طريق البيج دريل ثرو كده كده، اوريها لكم يعني على طول عملي. ودي خطوات يعني. نفتح اكسرسايز 21. ايوه بالظبط كده صح. دي يا جماعه دي بتقع فيها ايه؟ المديرين بيبقوا عايزين يعرفوا تفاصيل اكتر. انت بتدي لهم الاول، اول حاجه الداشبورد الطويله الكبيره، تقول له احنا كسبنا قد ايه؟ ايه الحاجه اللي بتكسبنا؟ ايه اكتر مبيعات عندنا؟ ايه اكتر كذا، حوالي اربعه وخمسه فيجوال كده بتحطها له في اول داشبورد. يقول لك بقى ايه؟ طب انا عايز اخش في التفاصيل. زي الكاتيجري مثلا، الموبايلات عندنا بتكسبنا. فيروح يقول لك ايه؟ طب انا عايز اعرف ايه الموبايلات اللي بتكسبنا اساسا. يروح دوس عليه، يروح يقول لك موبايل سامسونج، ما اعرفش شاومي، اوبو، وهكذا، وتبتدي تنزل له تحت اكتر. فاهمين قصدي؟ مثلا عندنا طرق الدفع مثلا زي باي موب مثلا، قصدي عندنا قصدي طرق الدفع البنوك اكتر حاجه بتتباع. فتيجي تقول له ايه دي؟ يقول لك مثلا طب انا عايز اعرف ايه اكتر حاجه بتتباع في البنوك. تروح دايس عليه ويوديك في الدريل ثرو دي اللي هي دي. يقول لك عندنا بي موب بيعلي على حاجه في السيلز، وبعد كده البنك الاهلي، البنك مصر. وفاهمين قصدي ايه؟ بصوا احنا عندنا فرنيتشر، ده السيلز، قصدي ده السيلز، ده سيلز باي كاتيجوري، انا عاملها لكم جاهزه. سيلز باي كاتيجوري يقول لك ده التكنولوجي وده الفرنيتشر وده السبلايز، ده الكاتيجوري بتاعتنا، وده سيلز باي ريجن. انا هعمل واحده وانت تعمل واحده. خلاص كده؟ ماشي. قال لك بقى ايه؟ قال لك ده الكاتيجوري ديتيلز. يعني انا عايز اقول له لما اجي ادوس على التكنولوجي دي يوديني التكنولوجي دي اللي هي كاتيجوري.
السب كاتيجوري بقى اللي هو الشيت بتاع الكاتيجوري ديتيلز بقى، يقول لك ايه السب كاتيجوري قد ايه، السنه السنين بتاعتهم قد ايه، جابت قد ايه بيع، والكاستمر سيجمنت، سيجمنت اللي هو ايه، اذا كان كاستمر انديفيدوال ولا كوربريت ولا اكتر من حاجه. وصل الكلام يا باشمهندس؟ انا عارف. هنيجي في السيلز ايه، هنيجي نيجي في في الكاتيجوري، في الكاتيجوري ديتيلز دي هو الاوبشن برضو اللي عندي او او التحديث اللي عندي، هو في تحديثات ثانيه يقول لك ايه، تيجي هنا كده في البيج بيج انفورميشن هتلاقي يقول لك ايه، تختار هنا اذا كانت كاستمر تول، كاستم تول تيب ولا دريل ثرو. بس انا مش عندي التحديث ده، بس هنا بقى موجود فين اهي، بص كده يقول لك اد دريل ثرو هير فيلدز هير. يقول لك انت عايز تفلتر بايه، اقول له عايز افلتر بالكاتيجوري، هنسحب الكاتيجوري ده هنا كده اهو، الكاتيجوري نحطها هنا كده. السلام عليكم، اي فيجوال فيها كاتيجوري هينقله هنا. وصل كده يا شباب؟ تعالى تاني، الصفحه دي، دي صفحه ديتيلز، دي صفحه الديتيلز بتاعت الكاتيجوري. يعني يقول لك ايه، الكاتيجوري مثلا زي الفورنيتشر ده بيبيع عندنا مثلا ب 200000 جنيه. طب الفورنيتشر دي كلمه كبيره، طب انا عايز اعرف السب كاتيجوري ايه اللي في الفورنيتشر بيتباع، الارض ولا البايندرز دي وابلاينسز واكسسوارز وحاجات كده كتير. ويقول لك كمان المبيعات بتاعتهم سنه 2017 و18 و19 وهكذا. وكمان يقول لك ايه العملاء اللي بتاخد مننا اكتر، اذا كانت مثلا عملاء انديفيدوال افراد لوحدها ولا كوربريت ولا هوم اوفيس. خلاص يا شباب وصلت؟ وصلت؟ لا تمام زي الفل. مش تجيبي ايه منين؟ اهو التكنولوجي اهي يا جماعه. بصوا يا شباب، مش احنا قلنا، طب ثواني ثواني تعالوا لحظه كده، مش احنا قلنا التكنولوجي دي ده الكاتيجوري، يبقى تحتيها سب كاتيجوري. انا دلوقتي قال لي ان التكنولوجي دي بتبيع ب 836000، انا بقى عايز اجيب ال 836000 دولت افرطهم، اعرف الديتيلز بتاعتهم ايه. وصلت؟ يعني انا عايز اعرف الفرنتشر دي تحتيها سب كاتيجوري اللي هو مثلا ايه، ايه اللي بيتباع تحتيه. فهنيجي في الصفحه، هنعمل صفحه جديده خالص، انا كده كده عاملها لكم صفحه كانها اي زي الصفحات العاديه خالص. وصلت؟ انا فعلا حاسس انتوا واكلين ملوخيه، او انا اللي واكل ملوخيه مش عارف. انا يعتبر انا اللي واكل ملوخيه، انا فعلا واكل ملوخيه الصبح. او يمكن انا بيحصل لي تنسي مش عارف، بيحصل لي حاجه غريبه. دريل ثرو، يا تاني بس لحظه بقى. ايوه حاضر 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 حاضر، انا هقول له بريك. طب ناخد الدريل ثرو دي بس، والله هناخد بريك حاضر عشان هو بس بكل البريك للناس. هناخد الكاتيجوري دي، احنا هنا يا جماعه الفيجوال دي بتاعت الكاتيجوري، هنيجي ناخد هنا كده، نيجي عند الكاتيجوري دي ونحط الكاتيجوري دي هنا. وصلت؟ قال لك بص كل الكاتيجوري اهي موجوده. هنروح بقى على السيلز، هنروح على السيلز، هنيجي نقف على التكنولوجي مثلا، هندوس كليك يمين، ركزي كليك يمين، يقول لك اوبا في هنا دريل ثرو اهي، بص اهي دريل ثرو اهي. يقول له انت عايز تروح فين؟ اقول له عايز اروح عند الكاتيجوري ديتيلز اللي هي دي اهي، هندوس عليها. بصي بقى احنا اخترنا ايه، مش دي كانت الاول كانت فرنيتشر قبليها، لما دخلنا على التكنولوجي ودانا على التكنولوجي، مبيعات التكنولوجي اللي هي الاكسسوارز وكوبيرز وماشينز وهكذا وهكذا. وصل كده يا شباب؟ عملت فلتر على صفحه ثانيه اهي، بص حتى اهي لما تيجي تقف هنا كده اهو، بص هنا قال لك هو مفلتر على التكنولوجي. وصل كده يا شباب؟ طب لو انا انت تعملي صفحه جد... صفحه ملهاش يعني، صفحه لوحدها، بس الصفحه دي تخص الفيجوال الثاني. يعني انا بقول لك انا بدور بالكاتيجوري، يبقى احنا عايزين مبيعات السبق الكاتيجوري ده كله مبيعاته. مبيعات بالظبط نفس الشكل، حتى دي كارد اهي، حتى دي كمان كارد. وصلت كده؟ طب تعالى نشوفها تاني اهي. بصوا اهي، لما اجي مثلا عند الاوفيس سبلاي، الاوفيس سبلاي زي عندك، بصي الفرق ما بين الفيجوال دي والفيجوال الثانيه، لو دوسنا على اي فيجوال هنا كده كليك يمين، مش هتلاقي هنا دريل ثرو، مش هتلاقيها عشان احنا ما عملناهاش. وصلت؟ احنا ما لا احنا عملنا صح، بس احنا ما ربطناهاش اللي هي نربطها بالويست دي بالريجن بالظبط. ايوه، فدي كانها فيجوال عادي، كاننا ده الفيجوال اللي احنا بنعمله طول الوقت. لكن الفيجوال ده وظيفته دي على فكره يا جماعه، الدريل ثرو ده مهم جدا، مهم جدا. ليه؟ لان مثلا مديرك بيجي يقول لك ايه، ركزوا كده في اللي انا بقوله،
مثلا انت تيجي تقول له مثلا احنا بعنا مثلا ب 130,000 مثلا الشهر ده، منهم مثلا هدوم ومنهم مثلا شوز وما اعرفش ايه. انا عايز اعرف بقى الماركات ايه. طب استنى اروح اجيبها لك واجي. لا ما فيش حاجه اسمها اروح اجيبها لك، انت تكون عاملها له في شيت تاني. انت فاهمين قصدي؟ تكون عاملها له في شيت تاني وتكون رابطهم ببعض بحيث ان هو قال لك كذا، تروح يقول له اه يا فندم لحظه لحظه اهي الكاتيجوري اهو التكنولوجيا الاوفيس سبلايز، هندوس كليك يمين دريل ثرو، هنروح على الكاتيجوري الاوفيس سبلايز اهي، ودي مبيعاتها اهي اهي. بص اهي هتيجي هنا كده تحت هنا يا باشمهندس، تحت اهي تحت في حاجه اسمها اهي في الجزء تحت كده خالص في الـ دي كده في اهي اد دريل ثرو تحت خالص تحت كيب اول فلتر ستارت. تاخد بقى كاتيجوري، الكاتيجوري دي وتحطها في الـ في الـ في الـ في الفيلد اللي هنا دي الكاتيجوري. بصوا تعالى امسحها امسحها واعملها لكم تاني. بصوا يا جماعه دي كده اسمها، بصوا يا جماعه ده الفيجوال اهو، الشكل الفيجوال اهو ده الكاتيجوري، هروح ساحب الكاتيجوري في الـ في الدريل ثرو بس كده. ظهر كده يا باشمهندس؟ جرب جرب عمر بجد والله. بس كده عملتها هنا كده، ربطتها هنا ربطت هنا. روح بقى على الفيجوال الثانيه بقى اللي هي بتاع فيها كاتيجوري. كاتيجوري دوس كليك يمين على اي واحده هتلاقي حاجه ظهرت اسمها اد تو دريل ثرو او دريل ثرو على طول. بس كده مش عليها هتلاقيها راحت هناك وفلترت الناحيه الثانيه. وصل كده يا شباب؟ يا استاذ كويسه؟ ماشي. ايه؟ ماشي. خلاص كده ناخد بريك بقى؟ ماشي. براحتكم. الموضوع كويس يا استاذ صامول؟ ايه يا رجاله؟ المره الجايه صح يا جماعه؟ بصوا يا جماعه معلش احنا اول ما نيجي هتعملوا انتوا الثانيه بقى اللي هي بتاعت الريجن. ماشيين احنا لسه 21. هو هو نفس السؤال بس سؤال الريجن ترند ثرو بس كده. السلام عليكم يا جماعه، هنقعد نتكلم كتير دي. اللي جايه دي يا باشمهندس بقى ضرب نار بقى. هنخلص الفايل كله عشان ايه؟ يعني بس الموضوع كبير صح؟ احنا لسه فوق هنا. بص احنا السلايد فوق. بص يا باشمهندس انت هتعمل ايه؟ هنا في السيلز، السيلز ريجن اسمعني اهو ده في الحته دي اهو. هنا في الريجن ديتيلز هنعمل ايه؟ احنا عايزين هنا دي الريجن، ده الريجن. يبقى هنيجي هنا اللي يفلتر هنا بايه؟ بالريجن. هناخد الريجن دي هنا كده نحطها في الدريل ثرو بس كده. هنعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ لما نيجي نروح عند السيلز دي خدتها؟ لما نروح عند السيلز دي ونيجي ندوس مثلا على ساوث دي مثلا كليك يمين ظهر لي في حاجه اسمها دريل ثرو اهي. ظهرت؟ نعم توتال سيلز تكنولوجي في الساوث. طب احنا هنا عاملين ايه كاتيجوري؟ يبقى نزود هنا كمان واحد كمان هنا كده، ناخد هنا تيبل هنا كمان زياده نحط هنا ده. طب نحط هنا الريجن لحظه لحظه. يبقى هنعمل بقى يبقى نعمل تيبل تاني، يبقى نعمل ريجن اهو وهنحط فيه السيلز اهو اهو نصغرها هنا كده اهي، خلي دي هنا جنب دي كده، خليها هنا كده لما اجي ادوس هنا كده دريل ثرو اهو دبل تكنولوجي ده وجاب لي المبيعات بتاعتها. اما الساوث دي ممكن نحط الريجن دي كمان هنا. ريجن 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 نحطها هنا كمان كده. خدنا ايه؟
التكنولوجي. كده ناخد هنا كده سيلز، بص فتح لي، فتح لي اتنين. انت عايز تدور فين؟ اقول له في الكاتيجوري، يبقى كده ده الكاتيجوري. لا بس برضو يعني انت خدت بالك، لا بس هي مش هينفع، لازم تعملها لوحدها، يعني تعمل جدول كده كله لوحده، لا مش هينفع. لا لازم حاجه واحده بس. خدت بالكم يا جماعه، انا عملت هنا تو دريل ثرو، الصفحتين دولت بقوا رابطين ببعض. يعني انا حطيت هنا في الدريل ثرو هنا كده الكاتيجوري والريجن، وحطيت هنا برضو، نحط برضو هنا الكاتيجوري برضو. انا فاهم هو مش تيك، لا هو بيقول لي انا عايز التكنولوجي وساوس مع بعض، فلتر عليهم ازاي؟ لا مش ينفع، تاخدها عن طريق سلايسر. هنعملها دلوقتي، نعملها سلايسر. وصل كده يا شباب؟ كده وصل الدريل ثرو. وقفوا بقى اللي معاكم ده كده لحظه. البوك مارك، البوك مارك دي من الحاجات المهمه قوي 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 عشان نشتغل عليها. نعمل بس كده دونت سيف اهي كده، ونفتح هنا كده البوك مارك. البوك مارك، البوك مارك دي يا شباب من الحاجات المهمه جدا في الباور بي اي، ممكن في ناس كتير قوي تشغل عنها. البوك مارك دي هتفرق معاك كتير قوي. البوك مارك دي عباره عن ايه؟ تعالوا كده نجرب كده، ان انت قعدت تفلتر في كذا شيت، يعني فلترت مثلا على الكاتيجوري، وبعد كده رحت على الساوث، بعد كده رحت نازل على السب كاتيجوري، كان ده فلترت كام مره؟ فلترت على 3 مرات. طب انت عايز ترجع، هترجع ازاي؟ عايز ارجع على الصفحه القديمه. يعني ركز الداشبورد، انا ركز، انا مركز. الداشبورد الداشبورد عباره عن حوالي 5 فيجوال، يعني خمسه تشارت او 6 تشارت. وانا فلترت على الساوث، فلترت على الريجن، وبعد كده فلترت على الكاتيجوري، وبعد كده فلترت على السب كاتيجوري. خلاص كده الساوث دي كانت باي تشارت، والكاتيجوري كان كولوم تشارت، والسب كاتيجوري كان تيبل. خلاص كده فلترت على 3 حاجات. طب دلوقتي انا عايز ارجع بقى للصفحه الاساسيه، يعني عايز بقى افك الفلاتر دي كلها. هنفكها ازاي؟ مفيش هناك ليه فلتر، مفيش هناك زي الاكسل. هنعمل ايه؟ بوك مارك. البوك مارك ده وظيفته ان هو بياخد لقطه من الشاشه، كانك بتعمل سكرين شوت للشاشه. اوريكم دلوقتي البوك مارك ده بيعمل ايه، اوريكم هو بيعمل ايه. احنا كده يعني مش هنقعد نشرح ده كله. كابتشر اند شير ريبورت، شيل الفلتره بالظبط، او اعمل اي حاجه تاني، بس يعني دي اقرب حاجه ان انا اقولها لك. ده بيقول لك انت بتعمل ايه، بتابلاي الفلتر، او عشان تشغل البوك مارك بتقول له عايز الفلتر ده وده وده وده، وده. وبعد كده تسيفه في البوك مارك، وبعد كده لو عايز تشغله تسيلكت البوك مارك يفتح لك الحاجه اللي انت عامل لها فلتر في الاول، حاجه زي سكرين شوت من الاخر كده. بصوا مش هشرح لكم ده كله. اكسرسايز 22. السلام عليكم. احنا نزلنا تعب عليك على فكره، احنا قاطعين عشان طب ايه رايك انزل لك بقى مره كده لك سوبر سوبلكس. يلا سرسات 22 على طول، ما بناخدش وقت، ده نقضيها فيجوال بقى بعد كده، نقضيها فيجواليزيشن. يا يلا باشمهندس 22. ماشي. بصوا يا شباب بقى اللقطه اللي جايه دي، بصوا يا شباب معلش ركزوا بس معايا بالله عليكم، معلش. بوك مارك ده مهم قوي بجد. بص احنا اول حاجه نمسك بوك مارك بيزكس، تمام؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك دي الشاشه بتاعتك. فاحنا عايزين ايه نفلتر يا استاذ يحيى على ايه؟ يحيى كده، في يحيى كده، بس يحيى في اتنين يحيى، خدت بالك؟ في هنفلتر على ايه؟ هندوس مثلا على سنترال ده مثلا، وهندوس على البايندرز او الكوبيرز دي. تمام كده يا استاذ عمر؟ في اتنين برضه عمر. خلاص؟ كده احنا وقفنا اللقطه دي كده. هنروح عاملين ايه؟ حاجه اسمها بوك مارك. هناخد اللقطه دي كده ناخدها زي كابتشر سكرين شوت كده ونخليها عندنا. هنعمل كده فيو، في حاجه اسمها بوك مارك او بوك مارك فوق اهي. هندوس عليه، هنقول له هنا اد بوك مارك. هنقول له ايه؟ هنقول له ايه مثلا؟ سنترال كوبير او كوبير سنتر، كوبير
سنترال مين اللي كان؟ والله هو انا عندي بيفتح والله انت عندك بيفتح صح؟ تمام كده؟ احنا كده عملنا فلتر على اثنين على كوبيير وعلى ايه؟ هو غشيم هو الباور بي اي رخم هو الباور بي اي رخم تحس كده بتعافر كده سنترال وكوبيير خلاص كده طبعا هنفك الفلتر هنفك دي كده هنشيل السنتر ونشيل الكوبيير وهنروح للصفحه الثانيه ركزوا هنروح لصفحه ثانيه ركزوا بس معايا وبعد كده اعملوها هنروح لصفحه ثانيه اهي مثلا وهدوس على سنترال كوبيير هدوس عليها كده بصوا اللي هيحصل وداني وفلتر لي على سنترال وكوبيير مع اننا كنا شايلين فلتر طب تعالى نجربها ثاني عشان تفتكروا خليكم بس معايا هندوس على كده هندوس مثلا على ايس على ويست وعلى اكسسوارز على ويست وعلى اكسسوارز يا جماعه ركزوا معايا بالله عليكم محدش يجرب اسمعوا بس للاخر عشان والله هتتعبوا معايا معلش على ويست وعلى اكسسوارز وبعد كده هفتح سيشن يعني اللي هي الشيت اللي بعديه وهاجي ادوس على كوبيير سنترال احنا قايلين ايه الاول ويست مع حاجه تاني لا احنا قايلين ويست مع اكسسوار احنا سايبين الصوره اهي سايبين الشكل اهو كده على ويست واكسسوارز وهروح كده على اي صفحه تاني وهدوس على دي قال لي سنترال وكوبيير فاهم قصدي ايه اللي هو بياخد زي سكرين شوت من الحاجه اللي احنا عاملينها وصلت كده ده كده ده البيزك ده كده اكتر حاجه تقدر تعمل طب لو انا عايز اعدل في ده يعني مثلا اقول له بدل السنترال خليها مثلا ساوث وبدل بدل كوبيير دي خليها اكسسوارز وارض فانا اروح اعمله هنا كده ادوس هنا ابديت اقول له ابديت خلاص هنفك كده الفلتر وهنفك ده كده اول ما اجي ادوس عليه لقط على طول بتاعه فاهم قصدي يا باشمهندس ده البيزك ده دي كده حاجه بسيطه ركز بقى كده في اللي بعدين قال لك هايد اند شو اللي جاي بقى ده اللي جاي بصوا بقى في الحته اللي جايه دي انا عايز بس ادخلهم كده على اليمين كده شويه ما حضرتك لو مركزه معايا حضرتك والله كان الموضوع كان هيمشي ايه ده انت كنت مركزه معايا انا مركزه كده مش مركزه قول لي يا قولي اللي هي ايه كنترول انا ما قلتش كنترول انا بجرب لكم بس يا جماعه والله انا بجرب انا لسه السلايسر ده اشرحه حاضر خلاص ماشي انا فعلا ما قلتش كنترول صح فعلا بصوا يا شباب بقى هنا دي حاجه اسمها شو وهايد ودولت اثنين بار اثنين شارت تمام انا عايز اعمل ايه عايز في الهايد ده اول ما ادوس عليها يختفي الاثنين دول وعايز اول ما ادوس شو يظهر لي الاثنين دول هنعمل ايه مش هنعمل يبقى خلاص مش هنعمل يبقى مش لازم نعمل احنا خلينا قاعدين ونقعد نتكلم كده يا جماعه استنوا بس يا جماعه بالله عليكم اصبروا بالله عليكم هنمسح بس ده الاول هنمسح دي كده ديليت شباب معلش بس ركزوا بس معايا عشان خاطر ده اسمه بوتن ايه مسحت البوك مارك اللي هو القديم ده بص ده اسمها بوتن يا جماعه شباب معلش ركزوا بس معايا شويه بالله عليك بعد اذنكم دي اسمها بوتونز اوكي البوتونز دي بتبقى فيها حاجتين لما تيجي كاريت اي بوتون في حاجه اسمها ستايل حاجه اسمها اكشن ستايل ده شكل البوتون بقى اللي هو ايه لما تيجي تقف عليه يعمل لك لون لما تدوس عليه يختار لك ايه وهكذا ده الستايل ده بتاع كنترول ده التصميم اما الاكشن ده اللي يهمني اللي انا عايز لما اجي ادوس عليه يعمل لي اكشن ايه الاكشن بقى اللي هو ايه هنشوفها دلوقتي طب هنعمل ايه دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نكريت حاجه اسمها هايت ونكريت حاجه اسمها شو بص احنا فاتحين لحد الان البوك مارك بين دي اسمها بوك مارك بين شايفين في حاجه جنبها اسمها سيلكشن سيلكشن دي يا جماعه هتلاقوها في كل حته هتلاقيها في الاكسل هتلاقيها في الباور بي اي هتلاقيها في الباور بوينت هتلاقيها في الوورد كل حاجه يعتبر فيها سيلكشن اسمها سيلكشن بين هندوس عليها كده بص السيلكشن قال لك ايه ده بيجيب لك كل الفيجوال اللي بيحصل في التشارت هنا كده اهي خدت بالكم اهي فبيقول لك ايه هنا ده البروفيت باي ريجن يعني لما اجي ادوس على علامه العين دي كده اهي خفتها لما اجي ارجعها تاني بترجع فاهمين قصدي ايه
فانا اقول له ايه دي اسمها شو، الشو جايبه على الهاي تقول، معلش انا هعكسها معلش، يعني جايب الشو على كلمه هاي تقول، فانا هجيب كده هنا كده اكتب هايت هايت، انا لما بدوس بص لما اجي ادوس على الهايت دي كده هيجيب لي الشو، فانا بس هغيرها بس الهايت وشو بس، يعني بدل الهايت هتبقى شو بدل الشو هتبقى هايت اهي تمام. فبص هنا ده اسمه البوتون، ده اسمه انا كاتبه اهو اسمه شو اول اهو، وده اسمه هايد اوكي تمام. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخد بوك مارك لما الاثنين يختفوا، ادوس على دي كده على او ما ادوس او مش لازم ادوس يعني لحد ما تفاوض افاوض فوق كده اقول لكم ايه. طيب يا جماعه اصبروا والله العظيم هشرح لكم. بص هندوس على الشارت ده كده وادوس كنترول على الشارت دي كمان، بص عمل ايه سيلكشن على الاثنين دول اهو خلاص كده، واروح عامل ايه هايد على دي وهايد على دي، واروح واخد كابتشر اللي هو ايه بوك مارك، اروح واخد كابتشر على البوك مارك اهو كده اعمل اد اهو ده كده اد اهو هنا اعمل كده كنترول فور اهو اسمها بوك مارك، ودي اسمها ايه هايد اول دي كده لان الفيجوال مخفيه صح، هندوس عليها كده هايد اول هايد اول ونعمل كده. طب هرجعهم تاني اللي هي الحاجات اللي انا عملت لها هايد اهي وهي هم رجعوا تاني اهو، هناخد بقى كابتشر اللي هو ايه بوك مارك تاني اللي هي اسمها ايه شو اول، هناخد بوك مارك تاني لان دولت موجودين اهو دبل كليك عليها اهي اسمها شو اول، يبقى لما اجي ادوس على هايد اول ايه اللي هيحصل؟ هيختفوا شو اول. وصل كده يا شباب؟ وصل كده يا سامون؟ وصل كده يا شباب؟ تمام هايد شو. هنيجي بقى لمشكله ايه؟ ايوه البوتنز بالظبط، هنيجي البوتنز بقى نيجي نقفل البوتنز. لما اجي ادوس على البوتنز دي كده عشان تعملوا بوتنز يا جماعه تعملوا ايه؟ هندوس على انسرت انسرت اهي في حاجه اسمها بوتن، في بلانك وفي كيو اند اي، انت بس كنت هتعمله بلانك عادي بلانك بوتن عادي بلانك اي خالص بس انا عملتها لكم. هندوس على دي كده، اول ما ندوس على كده ندوس بقى نعمل هايد بقى للسليكشن وهنعمل هايد بس عادي يعني ما فيش اي مشكله، ونفتح الفورمات بوتن اللي هي زي الفورمات يور فيجوال، هندوس على هايد بوتن دي كده في حاجه اسمها اكشن، هو ده اللي يهمني انا ما يهمنيش الستايل على قد ما يهمني الاكشن، هتاخد اكشن تمام يا جماعه هتاخد اكشن اهي، هندوس على كلمه اكشن دي كده ونفعلها وصلت. هننزل تحت كده يقول لي الاكشن بقى بتاعك ايه بقى، يقول لك التايب بتاعها ده بوك مارك ولا دريل ثرو، فكره انا نسينا الحته بتاعت دريل ثرو اللي انا عاملها لكم كبوتن بس هنرجعها لها بعد البوك مارك. قال لك انت عايزه ده باك ان هو يرجع لورا ولا رايت ولا كيو اند اي ولا ايه، قال له لا انا عايزه بوك مارك، يقول لي انهي بوك مارك، احنا قايلين ايه احنا دايسين على شو اول يبقى هنختار ايه شو اول خلاص كده كده احنا خلصنا اول ايه واحد. نيجي عند هايد اول ده هنيجي ندوس على اكشن وهنفعله وهنختار بوك مارك ونعمله هايد اول وصلت وصل كده يا عمر. طب ندوس على البطن يلا او ما ندوس عليه مش هيحصل حاجه لا. بصوا يا شباب وانت جوه الباور بي اي ديسكتوب هو ما دام انت مش على مش على الويب سيرفيس الباور بي اي سيرفيس يقول لك اي حاجه انت هتعملها هنا لازم تعملها كتعديل، اما لما بتطلع كباور بي اي سيرفيس لما بتدوس عليها كليك بتروح طبعا يعني ترجع او لا، اما وهي جوه الباور بي اي ديسكتوب انت كده بتعدل لحد ما تعدل دي انت بتاعتك. طب عشان ندوس ونشغل التفعيل دوس كنترول كنترول وتدوس على كليك عمل له هايد، كليك تاني عمل له شو ده كنترول ايوه دوس كنترول صح كده ايوه بالظبط دوس كنترول. وصل كده يا شباب؟ تحبوا تجربوه؟ انا موجود صدق ما جربتش لا مش موجود الباتونز عشان يشتغل يبقى بشتغل في بي بي اي لا 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 مش الفي بي اي دي انا ببعد عنها بشتغل فيها بس بمكرو بس بشتغلها بمكرو. وصل كده يا شباب؟ طب تحبوا تجربوا ولا مش لازم؟ مش لازم بص انت فاتح دي الداتا وده الفورمات وده البوك مارك. بص البوك مارك بنعمل ايه؟ لا سيلكشن موجوده في فيو فيو سيلكشن هتلاقي فوق سيلكشن هتلاقي كلمه سيلكشن اهي اهي
ظهرت؟ ظهرت عندك كام؟ حوالي أربع يونت. أنت ممكن بقى تعمل هايد للبروفيت والسيلز باي كاتيجوري، دوس عليهم كده هايد اللي هي على العين دي، تعملها كده اختفت صح؟ يبقى تعملهم بقى، تاخد دي اد بوك مارك، تعملها اد بوك مارك، فاتح بوك مارك ولا لا؟ تعمل بقى اد اهي، دي كده ايه هايد اول، اكتب عليه هايد اول، او مش لازم ده كده بوك مارك ايه واحد ولا اثنين ماشي، رجعهم تاني بقى، رجع روح على السليكشن بان، السليكشن اهي اهي، فعلهم تاني دول نورهم يعني، خلي ده كوتش عملهم دي بقى كده، خد دوس بقى اد تاني، دوس اد تاني، لا خليها زي ما هي، دوس اد تاني على البوك مارك، اد على البوك مارك دي شو اس اتش مثلا ماشي، بس كده دوس انت، دوس بقى على كلمه هايد دي بقى اختفى. السلام عليكم. ماشي وصل كده يا شباب؟ ماشي احنا بس وصل كده يا باشمهندس ولا ايه؟ انتوا بتجربوا ولا حدش بيجرب؟ بتجربوا؟ بصوا انا بس نسينا بس دي كده البوك مارك، احنا بس عشان بس اوريكم بقى حاجه بقى ادفانسد قوي في البوك مارك، ف وصلت كده؟ ماشي اكمل البار شارت اند لاين شارت. بصوا بقى يا جماعه عشان الموضوع ده هيبقى جامد جدا 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 معايا يا استاذ. ماشي البار شارت واللاين شارت. بصوا يا باشمهندس الحركه دي خرافه، انا اتعلمتها كده من اونلاين فقلت اما اوريها لكم يعني. بص دي كده دي ده فيجوال، ده فيجوال واحد هنا كده، ده فيجوال واحد لسه، فيجوال واحد ده كده بار شارت. لو خدتوا الكنترول سي كنترول في بقى في فيجوال تاني تمام، احنا ده بار احنا نخليه لاين، لاين اهو. بص بقى جماعه اللقطه اللي حتت الموضوع ده حلو حلوه جدا جدا، دي فيجوال دي بنت لذينه. بص نخليها هنا كده شويه كده يعني، خليها على جنب كده شويه، وهنقول له ايه او نخليها فوقيها بالظبط. ماشي هنيجي في السليكشن بين، ركزوا في اللي انا بقوله، دي بار ودي نغيرها كده بس نخليها لاين. نعم وفي موضوع اللي كده اهو اهو تريبل اهو صح اهو لاين شارت. بصوا يا جماعه بقى اللاين شارت دي هنعملها ايه؟ هنعمل لها اللي انا لما اجي هنا كده، بصوا يا جماعه لما اجي ادوس عليها اهم حاجه ان دي تكون مخفيه، يعني اخفي الاول البار شارت واخلي اللاين شارت واخد كده ايه اد، يبقى ده كده ايه اقول له ده لاين، واخفي اللاين واخلي البار، فاهمين قصدي ايه؟ واخفي اللاين واخلي البار اهي، واخد كده اد، يبقى دي كده ايه بار. تعال نشوف لما اجي ادوس لاين اهي، لما اجي ادوس بار حلو يا باشمهندس، يبقى اتنين فيجوال فوق بعض، فاهم قصدي؟ اي طب هنروح بقى نربطهم انتوا معايا ولا ايه؟ لا بص بقى وقفوا بقى التطبيق ده شويه، وقفوا التطبيق شويه عشان لسه في ليله يعني، فاهمين؟ مش كتير بس عايز اشرح لكم الانتر اكتيفيتي دي، الموضوع حلو قوي خلاص. فانا كده خليت لكم اللاين، تعالى كده نصغر دي كده اهي، اللاين في بوك مارك اهي، بوك مارك اهي، يبقى اول ما ادوس على اللاين هيجيب لي اللاين او والاثنين فوق بعض يا شباب، ها الاثنين فوق بعض، فدي تبقى حلوه قوي لو مثلا ايه انا عايز اعرف دي باللاين ولا بالكولوم، فالموضوع هيبقى حلو قوي. وهنربطها بايه؟ بدي، هندوس على دي كده، هنجيب فورمات وهنروح جايين على اكشن، هنروح قايل له يقول لي ايه دي بوك مارك، اقول له اه دي بوك مارك، هنقول له دي هنخليها دي ايه ده البار شارت، يبقى نخليها دي بار. طب نيجي بقى اللي بعديها نخلي دي مفتوحه، نخلي بدل البار يبقى لاين. وصل كده يا باشمهندس؟ تمام تعالى بقى نعمل دي كده اهو، ده كده ادوس على كنترول لاين جاب لي اللاين، كنترول بار جاب لي البار، والاثنين فوق بعض، حلوه جدا يا باشمهندس اهو بالنسبه لنا بالنسبه لنا هي حلوه. خلاص كده يا شباب البوك مارك ده على فكره فيه لعب كتير قوي على فكره، العين بس بشيء يعني، بس دي الاساسيات يعني في البوك مارك، فاهم يا حلو؟
تعالوا بقى نرجع بس معلش معلش لحظه بس نرجع بس لاكسرسايز 21 عشان انا فاكره بتاع دريل ثرو. دريل ثرو احنا نسينا بس اللي هو ايه، بدل ما نعملها كدريل ثرو نعملها كباتون يا باشمهندس، اللي انا ايه ادوس عليها ويدوس باتون ينقلني على على الشيت اللي بعديه. اوفر حضر الراجل ايه بقى خير خير ربنا معاك ربنا معاك ان شاء الله. بصوا شباب معلش معلش شباب، انا دلوقتي احنا عملنا دريل ثرو الاول علشان تنقلنا من 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 الشيت من الفيجوال تنقلنا على شيت تاني. طب انا عايز اعمل دريل ثرو في هيئه زرار في هيئه بوتون بوتون تمام. احنا جينا هنا في الكاتيجوري سيلز احنا لسه ما ربطناش، انا طبعا هدوس من غير ما ادوس سيف، هنربطها عن طريق كاتيجوري. فبمجرد ما اجي ادوس هنا كده ادوس كليك يمين قال لك في هنا حاجه اسمها دريل ثرو. اوكي انا بقى كل عليا ان انا هكاري بوتون بحيث ان انا بدل ما انا ادوس كليك يمين دريل ثرو لا انا هدوس على بوتون على طول. هدوس هنا يبقى انسرت، في حاجه اسمها بوتون، في حاجه اسمها بوتونز، نعمل بلانك بوتونز بلانك البلانك هي ظهرت اهي اهي ثلاثه صغيرين كده اهي في البلانك دي كده. هنيجي عند كلمه جنرال تايتل، لا مش عايز تايتل دي، لا في الـ في الـ في الـ في الستايل في حاجه اسمها تكست اهي، ونكتب مثلا ايه كليك هير تو ديتيلز. بصوا اهي دي كده كليك فور ديتيلز او كليك تو ديتيلز. اوكي بصوا يا شباب احنا قلنا ايه لما تيجي ندوس احنا عندنا حاجتين في الـ في البوتونز اللي هي يا اما ستايل نقعد نعدل في الالوان يا اما اكشن اللي احنا نختار الاكشن بتاعنا. فنيجي هنا كده في الاكشن قصدي هنا كده ندوس عليها الاول اكشن اهو اكشن اهو هندوس عليها هنا كده وتدوس بدل التايب يبقى باك ده هنقول له ده هيبقى دريل ثرو. يقول لي فيش دريل كاتيجوري كاتيجوري ديتيلز زي كاتيجوري ديتيلز. بص خدت بالك هنا ديمد يا باشمهندس شكلها ديمد مش باينه خدت بالكم؟ كل اللي انا هعمله اعمل ايه؟ هروح دايس على التكنولوجي دي. بص اول ما ادوس على التكنولوجي ظهرت لي اروح دايس عليها دوس قصدي كنترول معلش ادوس على ادوس على التكنولوجي دي تاني ادوس كنترول كده نقلني على فاهمين قصدي؟ الموضوع هيبقى احسن بكتير قوي لما انتوا صح كده؟ كويس 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 فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني هي كده دلوقتي ديمد ديمد اللي هو الراجل اول ما يجي يدوس مش هيلاقي اي حاجه بالظبط. فبعد ما تدوس على الاوفيس سبلايز دي وصل كده يا استاذ دوس على كنترول دوس على دي كده نقلنا على الاوفيس سبلايز. الموضوع حلو على فكره دريل ثرو دريل ثرو ممكن بقى تقدروا تعملوها مثلا كده في عشان بس اوريكم حاجه في الستايل كده في الستايل في بقى اوبشنز يا لو بالهبل يعني في اوبشن في فيل فيل اللي هو مثلا اللي انت مثلا تعمله باللون مثلا كده بحيث ان هو اول ما يجي يدوس هنا يعمل له اللون ده كده فاهمين قصدي ايه؟ اللي هو فيل يعني ايه فيل دي اللي كانت عجباني. بصوا شكله كده دم دم اللي هو ما يعني سلام عليكم. اول ما اجي ادوس على فورنيتشر هيبتدي يتفعل اهو كده اهو دوس كنترول كليك شمال او ليفت كليك كليك بوتونز بوتونز بلانك بس كده احط بقى الاسم المسمى بتاعه في ايوه ايوه هي دي في لا مش دي ستايل ستايل فيل فيل ايوه تكست لا تكست 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 اهي دوس بقى كليك مثلا كذا خلاص كده شباب وصلت. في طبعا في طبعا في في الموضوع ده اللي انت بمجرد ما تيجي في الستايل دي يا جماعه في حاجه اسمها هوفر يعني ممكن مثلا تقول له في الفيل دي مثلا في اكتر من حاجه تقول له ثانيه في الفيل ديفولت يقول لك اون هوفر اون هوفر لما تيجي تمشي على ال لا لما تيجي تمشي على ال يعني مثلا تدوس اون هوفر مثلا تقول له اول ما تدوس اون هوفر خليه مثلا باللون الازرق مثلا اول ما تيجي تعدي عليه كده اللي هو يعني اهو مثلا اهو ابص اون هوفر اهو ازرق اهو فاهم قصدي؟
او ما تيجي تعدي بس على عارف زي الاونلاين يا جماعه. هو انا حتى عملها لكم في بتاع دي اهي في البوتنز اهي حتى في اوس احنا نزلنا الاخر خالص يا موسى فاهمين قصدي يا شباب. بس هي ان شاء الله نعملها على طول كده. احنا وصلنا في حته البوتنز. البوتنز دي نعمل اكتر من حاجه خلاص كده اكشن بقى اكشن تحت احنا هنتكلمين ايه الاكشن بتاعها ايوه جو دريل ثرو انزل تحت تحت دايمنشن دي ولا ديفيجن. ما انت بقى مش رابطها بقى بالدريل ثرو. انت مش عامل دريل ثرو من الاول فين دريل ثرو خلاص يا شباب نكمل. انا كده خلصت كده حته الدريل ثرو والبوك مارك. وصل كده عمر. نقفل بقى دي كده. نقفل دي دونت سيف دونت سيف. ده البوك مارك اوبشن. دي كده كمان النافيجيشن. بصوا يا شباب في نافيجيشن ده اني اكسرسايز 24. بصوا يا شباب في حاجه اسمها نافيجيشن في الباور بي اي. بتلاقوه على طول على فكره عندكم في المواقع الويب. يقول لك مثلا ايه انت عايز مثلا تروح لقسم موبايلات ولا وايت جودز ولا لا ممكن دروب داون منيو او ان انت هو زي الابلكيشن بالظبط. زرار بيوديك هي دي احسن رد للجمله دي. بصوا يا جماعه في حاجه اسمها بيج نافيجيتور في حاجه اسمها بوك مارك نافيجيتور. معلش ركزوا بس معايا معلش انا اسف. بصوا بيج نافيجيتور وحاجه اسمها بوك بي دي اف. والله يا باشمهندس ما يعني ما تعمقتش في البي دي اف ربنا يكرم ان شاء الله امك هتعمق بس بصراحه ما تعمقتش. تمام كويس قوي. هو في تو ميتنج معانا ولا انت معانا وفي ميتنج تاني؟ كويس قوي. بص في حاجه اسمها بيج نافيجيتور في حاجه اسمها بوك مارك نافيجيتور. البيج نافيجيتور والبوك مارك نافيجيتور هنعرف دلوقتي تفصيلته. دلوقتي احنا عندنا بيج في حاجه اسمها هاوس بريدج سكاي سكرابر سي وهكذا كذا صفحه باسمها. اول ما اجي انا بقى دلوقتي عايز بدل ما اقعد اعمل بوك مارك. لو تلاحظ لو تفتكر يا باشمهندس البوك مارك كنا بنعمله ايه؟ بناخد لقطه من الحاجه. فممكن لقطه اخدها من هنا واعملها بوك مارك، لقطه واخدها من الهاوس واعملها بوك مارك، فدي ليله كبيره. فالباور بي اي سهل لنا، قال لك في قائمه فيو في قصدي انسرت قصدي في حاجه اسمها بوتنز اسمها نافيجيتور بيج نافيجيتور. اول ما ادوس عليها جاب لي كل البيج اللي موجوده. حد ذوق جابها لي فوقي اهي. بص اهي كده اهي صغر دي كده شويه اهي وصل كده يا شباب. اللي هو بيجيب لك زراير لكل الصفح اللي عندك في الباور بي اي. اول ما تدوس على اي واحده منهم كنترول طبعا بتختارها بكنترول بتروح فيها. طب لو انا دوست اد نيو هتضاف فوق ولا لا؟ صح هندوس اد اهي. لما اجي ارجع تاني هتلاقي اتضافت اهي بيج 1 اهي وصلت. لما اجي امسحها ديليت بالظبط كويس ازاي انا صح؟ ايه الاسئله المستفزه دي صح؟ انا اسف انا فعلا غلطان. تمام في بقى حاجه اسمها بصوا في البيج في النافيجيتور ده يا جماعه اللي تقدر بقى تعمله باكتر من طريقه. في حاجه هنا اسمها شيب ريكتانجل اهي بيقول لك ده طبعا تقدروا تعمله اللي هو يبقى اشكال وهكذا بس انا بخليها اركز بقى ارجعها زي الاول بقى دي. وانا عطلت هنا ولا ايه؟ او الستايل تقدر تعدلها مثلا تبقى ديفولت او هوفر او ايا كان. والبيج بص يا شباب دي كده لدي. في بقى حاجه اسمها بوتون اسمها بوك مارك نافيجيتور. بدوس عليها كده بص يا باشمهندس بيقول لك ايه بقى هنا في البوك مارك دي. بص هو جاب لك البتاع فاضيه تمام. كل عليك بقى تعمل ايه بقى؟
تبقى انت عايز تسجل ايه. احنا نفتح هنا صفحه البوك مارك اهي دي كده دي ستارت، هنعمل لها بوك مارك، ما اسمها بوك مارك نافيجيتور. هننزل هنا هنقول له هنا بوك مارك ثاني، ظهرت الثانيه اهي، ونخليها دي اسمها ايه هاوس. عايز صفحات معينه تظهر او سي مثلا اعمل له اد، هي مستفزه انا مش عارف. قلنا يا باشمهندس قلنا كذا مره مش كل الاوبشنز نقدر نستخدمه، ده اوبشن مستفز انا الصراحه مستفز الصراحه ما بحبوش. يعني في البيج نافيجيتور بص اقول لك على حاجه، في الفرق ما بينهم الاثنين ايه، لما اجي اضيف واحده هنا كده قصدي لو انا مثلا وليكن ان انا عملت واحده هنا جديده وعملت لها اد دي اسمها بيج 1 مثلا، ركز كده بيج 1، لما اجي ادوس هنا تلاقي بيج 1. طب لو انا جيت وظهرت هنا برده بيج 1 في النافيجيت، بس انا بسك لما اجي امسحها من هنا مسح من اي واحده؟ هتمسح من بيج نافيجيتور. طب والبوك مارك لازم تثبت هنا، هي لا مش رجعها لا هي كده بص هي مستفزه عامل في البيج نافيجيتور. في البيج نافيجيتور هو بيجيب لك كل الصفح. طب لو انا عايز اخلي صفح معينه او بيجز معينه هندوس هنا كده، هندوس على داتا ما فين احنا هنا بيجز، يقول لك شو اول بيجز باي ديفولت. اقول له لو انا دوست عليها كده اقول لك لا انا عايز الشو، انا عايز مثلا الستارت وعايز الهاوس وعايز البريدج وعايز السي وعايز السو، في صفح معينه ده اللي عايزها مش تمام. دي كده حاجه الجريد لاي اوت. دي بقى يا باشمهندس دي الحاجه الحلوه اللي موجوده، اللي تعملها كده وتعملها فيرتيكال اللي هو تبقى بالعرض كده. اه بص يا باشمهندس هتبقى هنا كده، هتبقى دي عباره عن انا بسمع الودوت دي عارف ليه بعمل كده، ليه بعمل كده؟ انت بتجرب من غير ما بتجرب من نفسك من ورايا بتذاكر من ورايا. لا بس هو مبسوط والله الناس بتذاكر، يعني بحب الناس اللي بتبقى جايه ذاكره دي. دوس كنترول اهي بينقلك بقى على البيج نافيجيتور، طبعا ممكن تاخد البيج نافيجيتور ده كوبي بيست في كل الصفح بحيث انت تروح وتنقل طبعا. ده كده البيج نافيجيتور، كده خلصنا كده البيج نافيجيتور والبوك مارك نافيجيتور اللي هي مالهاش اي 30 لازمه. هنيجي بقى هنا كده بص لاني احنا في النص الفلترنج. الفلتر بقى بص يا شباب عشان في ناس عايزه تفلتر زي الاستاذه الاء كانت مفلتره وشويه شغل حلوين كده على الفيجوال. في ثلاث انواع من الفلتره يا جماعه في 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 الباور بي اي، في فلتر على فيجوال بس على تشارت الواحده، وفي فيجوال على الصفحه، وفي فيجوال على كل الصفح. قصدي فلتر على كل الصفح. الفلتر بيقول لك سكرين اوت وريفاين داتا اللي هو بيبين لك داتا معينه، بيعمل تارجت على داتا معينه. الفلتر بيبقى من هنا كده اكسرسايز 25. انا اعتقد المحاضره بتاعت النهارده مش تقيله، مش بهزر والله، مش زي الدكس الناس اللي هي بتبربش فيه. انا كويس يعني، انا يعني هي كلها خطوات، انا مفيش اي كتابه كود تتعمل. بقول لك ايه ده لامم، ده لامم، ده انا كمان عامل السكيما والله، ممكن ابعت لكم حاجات كمان للسكيما. السكيما دي بقى اللي هي تقدروا تعملوا بيها شغل كويس ان شاء الله يعني. يا باشمهندس حبيب قلبي انا عارف انك بتركز. لا انا عارف. هنا فلتر او فلتر نجيب من البرودكت سي نكبر الكلام كده شويه. بصوا يا شباب معلش عشان بس ما انتوا شايفين الحته دي، بصوا هنا يا جماعه هنا عشان بس ما انتوا شايفين الحته دي كده.
ده عندي كاتيجوري وعندي السم سيلز التوتال سيلز، وانا عايز اخلي على الفيجوال ده اي حاجه تطلع على الفيجوال ده تبان. انا عايز مثلا كاتيجوري زي الكلوزنج مثلا او البايكس، بس هنيجي نقف هنا عليه وهنيجي ندوس على فلتر هنا، فلتر اهو، هنيجي عند اول كاتيجوري دي هنخليها تبقى في ثلاث حاجات من الفلتر بتطلع لك، غير اللي انت بتفلتر على على فيجوال او على صفحه او على الصفح. في ثلاث حاجات من الفلتر، يا اما فلتر اسمه بيزك، بيزك ده اللي هو المنظر ده كده، انت عايز تختار ايه؟ انا عايز البايكس، يقول لك البايكس بس كده. او في حاجه اسمها ادفانسد فلتر، اللي هو ممكن يقول لك ايه اكبر منها واصغر من ده لو فيها ارقام. او توب ان لو شفت توب ان دي اللي هي بيقول لك ايه؟ لا احنا عايزين اكبر خمس مبيعات، يعني اعلى خمس مبيعات، اقل خمس مبيعات، وهكذا. تمام؟ ده كده البايكس. فكده احنا عملنا ايه؟ فيجوال على قصدي فلتر على الفيجوال ده بس، يعني بايكس على ده بس. يعني انا خدت مثلا ده كنترول سي كنترول في وهنا كده وعملنا دي كده، فدي متفلتر عليها، دي مش متفلتر عليها. وصلت؟ يعني دي ده تيبل لوحده وده تيبل لوحده. تمام. طب انا نفترض بقى ان انا عايز افلتر على كل الصفحه دي، هنيجي هنا كده في حاجه اسمها هنا كده اسمها فلتر اون ذيس بيج، هندوس على الفلتر على البيج دي كده اهي كده في الفاضي هنا كده، في حاجه اسمها فلتر اون ذيس بيج. هنيجي هنا كده انا عايز الكاتيجوري في الفلتر اون ذيس بيج يبقى ده، عايزه يبقى كله بايكس بس كده، خلاص دي كده على كل البيج. يعني اي كاتيجوري هيتضاف هنا اهو كده اوتوماتيك بايكس على طول، اول ما ادوس كاتيجوري هنا بيجي لي بايكس. فاهمين قصدي ايه؟ وطبعا نقدر نفلتر على كل الصفح اللي هي ايه؟ لو انا عملت مثلا هنا صفحه جديده مثلا وقلت له مثلا انا عايز تيبل ده مثلا نكبره كده شويه ونقول انا عايز مش كاتيجوري وهنا سيلز اهي، ونكبر الكلام كده شويه اهو هنا كده. فلو انا جيت هنا قلت له انا عايز افلتر على فلتر اون ذيس اول ذيس بيج اهي، فلترز اون بيجز اهي، هنيجي هنا كاتيجوري ونقول له هنا على البايكس، لما اجي ارجع هنا اقول لي بايكس. وصلت؟ ده الفلتر. خلاص ده كده الفلتر، يعني مش محتاج ان انا اقعد اشرح لكم التفاصيل بتاعته دي. كده ثلاث انواع من الفلتر، فلتر على الفيجوال، فلتر على الصفحه، فلتر على كل الصفحه، وثلاث انواع من الفلتر، من الفلتر نفسه بقى جوه الفلتر. حاجه اسمها بيزك فلترنج او ادفانسد فلترنج او توب ان اللي هو يجيب لك اعلى واصغر. فاهم كده يا باشمهندس؟ يعني ثلاثه من الفلتر، وجوه الفلتر في ثلاث حاجات. خلاص كده هنمسح دي كده، انا بحاول بقدر الامكان ان انا انجز لكم الدنيا كلها. تمام كده خلاص اهي. لا ما هخلص بالله عليك، سلايسر والله على فكره دي خلاص هانت والله يا استاذ هانت. نعم 26 على طول ما نستناش على طول. بصوا يا جماعه المحاضره الجايه ان شاء الله، المحاضره الجايه واللي بعديها داشبورد بقى. يا ايام زمان يا باشمهندس، ايام الزمن الجميل سمنا البلد، عارف انت الشغل زمان ده اهو. 26 على طول كده. المحاضره الجايه ان شاء الله هنعمل بقى داشبورد بقى، واللي عنده داتا على فكره عايز نعمل عليها داشبورد يا ريت، ولا احنا ممكن نعمل. ماشي تفضل. حاسس انك لوحدك يعني؟ حاسه لونلي يعني؟ وصلت تعرف؟ تفضل. هنكمل النهارده ايه؟ عايزين كمان النهارده افضل، احنا بنيجي 3 ايام. بصي احنا نخلص دي النهارده اسماعيل، ولما تنامي وتصحى يا شباب القهوه هتلاقي نفسك تمام. بس اخر حاجه خالص ان احنا هنيجي بقى نشرح المحاضره الجايه والمحاضره اللي بعديها شويه داشبورد بقى كده، ونعمل داتا. ممكن اجيب الداشبورد يا باشمهندس اللي بتاعت البيتزا دي ونشرح عليها، ممكن اجيب داشبورد بقى وندخل فيها شويه ستار سكيما اختار لكم داتا ان شاء الله. ان شاء الله. هقول له حاضر، هقول له. بصوا معلش لحظة بس ما يبلى عليك. السلايسر دي آخر حاجة، معلش. السلايسر هنعمل كده كاتيجوري برضو، كاتيجوري بس دول صغيرين ولا لا؟ لو عملنا سيلز. سلايسر.
فلتره. مش احنا فلترنا دلوقتي بس، خدوا بالكم يا شباب الفلتره، بصوا الفلتره هنا كده، الفلتره على الشيت ده، احنا كنا بنفلتر بدولت من الحته دي كده، يا اما على الصفحه او على الفيجوال او على دي. حلاوه الفلتره دي ان هي ما بتاخدش مساحه، يعني انت كده بره الفيجوال خالص. طب نفترض دلوقتي بقى ان انت عايز تفلتر على اكتر من حاجه جوه الفيجوال، فلا دي بقى نضطر نعمل ايه، سلايسر. سلايسر ده حاجه كده صغيره نقدر نعدلها بالمنيو. تعالى كده احنا مثلا، لا انا عايز اجيب السيتي مثلا، عايز اجيب السيتي دي كده واجيب الكاتيجوري، يبقى دي كده سيتي وكاتيجوري اهي، اي ابردين والوتا، اسامي غريبه. لا 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 انا عايز اجيب الريجن، معلش، او 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 سب 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 كاتيجوري، سب كاتيجوري اهو، السب كاتيجوري اهي. بصوا يا شباب معلش، سب كاتيجوري اهي، انا دلوقتي عايز افلتر على السب كاتيجوري تمام بالريجن. يعني اعمل هنا كده في حاجه اسمها هنا سلايسر، هي باشمهندس اهي، اهي الجزء ده كده عليه قمع ده كده، اول ما اجي ادوس عليه هيجيب لي الشكل ده كده، هقول له انا عايز فيه كاتيجوري، الكاتيجوري اهو خلاص، واعمل واحد تاني سلايسر تاني واقول له انا عايز ايه، الريجن، ريجن 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 اهو، ريجن اهو. اول ما اجي اختار على الفورنيتشر دي فلترت دولت، ولما اجي اختار الايست جاب لي مبيعات الايست. اعملها تاني، نعملها تاني اهو، مش صعبه اهي، سلايسر اهو يا باشمهندس اهو، اللي هو اللي هو عامل عليه عليه تمام اهو، سلايسر اهو اهو. هنيجي نقول له انا عايز الكاتيجوري جواه، صغرها كده خلاص، ونقول له مثلا واحد سلايسر كمان سكر بره اهو، ونقول له مثلا عايزه بالريجن، بالريجن ريجن 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 اهو خلاص اهو، سهلين جدا والله. نقول له احنا عايزين الريجن، اقول لك السنترال اهي مثلا كده، احنا جبنا ريجن بس. طب انا عايز افلتر على الفر... على ال... على الكاتيجوري، هنقول الكاتيجوري مثلا، فكده الكاتيجوري جوه السنترال، فلتر لي على الحاجتين مش حاجه واحده، وصلت كده؟ طب لو انا عايز افلتر على اكتر من حاجه ادوس كنترول واختار واحده كمان، وصلت؟ وصلت يا استاذه؟ نكمل اخر بقى حاجه كده، ده السلايسر، السلايسر نعم تاني سوري تاني ماشي. ده كده السلايسر، السلايسر بتفاصيله اهي كده، معلش كده، ده السلايسر بتفاصيله، حلاوته ان هو ايه؟ تسلكت على الفلتر وديسبلاي الفلتر وكل حاجه. برضو حاجه برضو اخيره، برضو الكروس هايلايت والكروس فلتر، يعني فيجوال رقم 28. والله بصوا انا بحاول انجز باي طريقه. تمام، ايه الاسئله دي؟ ايه الاسئله اللي انت بتسالها دي؟ تعالى، لا صح صح، تعالى نعمل واحده مثلا هنا كده ونقول هنا نفس الكلام اهو، ده نعمله كده كنترول سي ونعمل هنا كنترول في، صح انت بتتكلم صح. ولو انا عايز اعمل سلايسر، اتفضل اتفضل اتفضل، لما اجي عايز اعمل سلايسر هنا ويسمع هناك، خدت بالك يا باشمهندس؟ انا عايز افلتر هنا يسمع هناك، هقول له بص هنا كده، اخد ده مثلا كنترول سي، اتفضل كنترول في، قال لي بقى هنا ايه، بص اول ما جيت هنا قال لي ايه، قال لي انت عايز تسينك الفيجواليز اللي هناك تسينكه هنا، عرفت تكتبي كلمه سينكرونايزيشن؟ لو كتبتها اديك 10 سينكرونايزيشن. ايوه الكلمه كبيره سينكرونايزيشن يا باشا، تحت امر سينك، تزامن مولدات سينكرونايزيشن، يو بي اس وحاجه زي كده، سينكرونايزيشن تمام. هندوس على كلمه سينك، قال لك ايه بقى، قال لك انك لما اللي هتعمله هناك يسينك هنا تمام، يعني هدوس تكنولوجي هنا هيجيب لي التكنولوجي. طب انا عايز افصل بقى الاثنين، في هنا حاجه جنب الفيو هنا كده، في حاجه اسمها سينك سلايسر، سينك سلايسر لو انت عايز تفصلهم يا باشا عن بعض، تروح عامل هنا كده وتعمل دي كده عندي بس كده، كده خلاص، يعني بحيث ان انا بسينك على اوفيس، هنا مش هيسينك على اوفيس، هنا كل سنه وانت طيب. انت اسئلتك، اسئلتك غريبه، اسئلته برضه في الجون حلوه دي، لما تيجي تاخد السلايسر تحطه كده كوبي بيست هناك، هيقول لك انت عايز تتزامن ده مع ده، اقول له انا عايز لما اجي ادوس على ده يقول ده، طب لو لا هاجي عند قائمه فيو، في حاجه اسمها سينك سلايسر،
اول ما اجي ادوس عليها يروح نشيلين ايه الاوبشن بتاعها. فكره احنا لحد الان والله ما كتبت معادله واحده يعني من اول ما بدانا في الموضوع ده. الموضوع ده كله اختيارات كده خلاص. نعم 28 يلا 28 اهو بسرعه اهو 28 ده بتاعي اللي انت شرحته. السؤال اللي هو سينكرو اه يعني انت مش جايبه من دماغك. ده راجل بيشتغلنا يا دكتور. انا بحبك حبيبي يا باشمهندس. طب انت ليه قلتها يا باشمهندس؟ عارف انت البصه انت عملت حاجه غلط؟ عارف الناس كلها بتبص. 28 28 اهو. لا بس انا بجيب السلايس. لا انا بجيب السلايس يعني قصدي ايه؟ انا بجيب لك الحاجات المهمه. بجيب لك حاجات المهمه. عارف انت عارف انت بخصوص عمل الحركه زي ايه؟ فندم اللي ورايا بيغش وانا مش عارف اركز. عارف انت اللحظه دي؟ يلا بينا. يلا 28 ده اللي هو ايه بقى؟ كروس هايلايت. كروس هايلايت اه بص كروس هايلايت بقى بصوا عباره عن ايه. بصوا يا شباب الاوبشن بتاع الاكسل بتاع الباور بي اي بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما انت بتدوس على واحده من دي بصوا اول ما تدوس هنا كده هيروح عامل ديم على الباقي يعني بيخفي. بصوا هنا كده عمل ديم. ديم بيجيب لك الالوان بس بتاعه الحاجه بتاعتك تمام اهو. او مثلا ادوس مثلا على فبراير دي مثلا كده هيبتدي يجيب لي الحاجات بتاعت اسمها ديم. في الاوبشن ده بيقول لك ايه؟ الاوبشن ده موجود اوتوماتيك في الباور بي اي اسمه كروس هايلايت. كروس هايلايت اللي هو ايه؟ لما تدوس على حاجه يفلتر لك على حاجه ثانيه بس ما يشيلش الباقي. يعني لو دوس هنا كده يخلي الباقي موجود بس اللي هو جراي ويعمل لك لون على اللي انت عايزه. وفي بقى كروس فلتر انت اول ما تدوس هنا ما يعملهاش بقى المنظر ده لا يشيل لك اللي هو انت مش عايزه ويظهر لك ده بس زي السلايسر كده. مش احنا في السلايسر ندوس عليها يجيب لنا اللي احنا عايزينه بس. هنا دي كروس هايلايت وكروس فلتر. بس انا كنت لازم برضو اقولها لكم الاوبشن ده موجود في الباور بي اي هو متفعل اللي هو يعمل كروس فلتر وكروس هايلايت. بس انت عايز تقفله في هنا كده في فايل في حاجه اسمها اوبشنز. اوبشنز بص عشان بس ريبورت سيتنج في حاجه اسمها تشينج ديفولت فيجوال انتراكشن فروم كروس هايلايتنج تو كروس فلترنج. يعني بدل ما يعمل كروس هايلايت يعمل كروس فلتر. انا بصراحه انا بحبها يعني انا بحب كروس هايلايت تمام. في بقى حاجه بقى ثانيه اخيره لو انت عايز تعملها من جوه الفيجوال تعملها ازاي؟ هتيجي تضغط على الفيجوال ده يا باشمهندس في حاجه اسمها فورمات في حاجه اسمها ايديت انتر اكشن تقول له على الحاجه اللي انت عايزها لما تدوس عليها تفلتر الباقي. يعني انا واقف هنا عشان دي اللي هتفلتر على دولت خلاص كده فدوس على ايديت انتر اكشن هتلاقي ظهرت فوق الباقي كده علامات كده علامات غريبه كده حمونين مثلا فاهم قصدي ايه خلاص كده يا جماعه. فقال لك بقى ايه لما اجي ادوس على دي ممكن خلي دي كده عشان دي هتلاقيها موجوده اهي لما اجي ادوس على دي مش لما انا بس عايز اقول لك معلومه انا لما حد بتكلم مع حد في البيت بقول له وطي التلفزيون تكلمش بحب اتكلم فاهم متعود لا ما تدوسش حاجه ولا ايه ادوس هنا كده ادوس على دي كده لما اجي افلتر على دي احنا معلش كده مثلا ندوس مثلا على العلامه بتاعت نان دي وهنا اكيد في هنا علامه ثانيه بس هي مش باينه وهنا نان هنا المفروض لما اجي ادوس هنا كده طب نستنى هاي نان هايلايت نان لحظه معلش انا باين عليه خرفت هنعمل هنا كده كده ظهر هو كله تمام قوي ما اجي اقف على دي كده واقف على دي نون ونون ونون لما اجي فلتر ايوه بالظبط معلش انا 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 اللي خرفت. بصوا يا جماعه هنيجي ندوس على نقف على الخليه اللي احنا مش قصدي على الفيجوال اللي احنا مش عايزينه اللي احنا هنفلتر بيه على الباقي اللي هو الفيجوال ده كده وادوس على كلمه انتر ايديت انتر اكشن هتلاقي علامات اللي هي علامات اللي هي علامه الفاي دي كده تمام فاي دي كده اسمها فاي دايره وكده تمام ايوه نعم
اهو كنسله هي العلامه دي انا بدوس عليها بفعلها اهي. بمجرد لما باجي ادوس هنا كده ما بيفلترش الباقي، ادوس هنا كده ما بيفلترش الباقي. طب انا عايز مثلا اخليه يعمل لي هايلايت، ادوس على دي كده لما اجي ادوس عليها هتهايلايت بس دي بس دي بس. طب لو انا عايز افلترها بقى، بص بقى في كلمه فلتره، لما ادوس على دي اول ما اجي ادوس ما يجيبليش هايلايت، يجيب لي الفلتره على طول، يجيب لي الناس اللي انت عايزهم بس. اهي هو اوبشن مستفز بس يعني. السلام عليكم. ليه؟ ليه وقته حاجه زي كده. بوتونز، بصوا هي البوتونز، بصوا يا جماعه البوتونز دي مليانه ليله بس نكملها خليها اخر مره جايه خلاص. البوتونز هي دي اخر حاجه اللي فاضله وخلاص. المره الجايه احنا نشرح البوتونز وهنعمل داشبورد، المره اللي بعديها نعمل داشبورد برضو. انا هخليكم داشبورد تمام كده. المره الجايه بقى 29 دي البوتونز بس، البوتونز وخلاص. تعالي بس شكرا جدا يا جماعه، انا كده خلصت اهو كده خلاص.